تحياتي لكم، مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، إن شاء الله تعودوا بألف خير. لا تنسوا من فضلكم التكبيس وكذلك شيروا اللايف من فضلكم. تحياتي لكم. نعود لكم بالسؤال الشهير: بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ كالعادة طبعا نستمع مع بداية هذا اللايف إن شاء الله إلى النشيد الوطني الصحراوي. إذن تحياتي لكم، كبسوا من فضلكم، لا تنسوا كبسوا ولا تنسوا التكبيس. ناصرة مرحبا وسهلا، والله أحمد رقيبي مرحبا وسهلا. إذن نستمع النشيد الوطني الصحراوي. إذن استمعنا للنشيد الوطني الصحراوي. تحياتي لكم اليوم 27 من نوفمبر 2023، اليوم الاثنين. إذن نحييكم كاملين، نحيو من جعفر، شناس، صليتو، كل الإخوة، سيد محمد مرحبا وسهلا، كريم تحياتي مرحبا وسهلا، محمد وادنون مرحبا وسهلا، حيدرة مرحبا وسهلا، والله ولدها الزوافيت مرحبا وسهلا، تحياتي لكم كاملين. إذا نبدأ إن شاء الله على بركة الله، لربما نلقى حد عنده الجواب. نبدأ الأخ شناس من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام أخ شناس، مرحبا وسهلا.
لباس الحمد لله، وانت لباس؟ الحمد لله، والله الحمد كل شيء لله. كي بخير. نشوفوا ضحكة الصحراويين هكا زيد فينا زيد فينا دائما دائما الضحك. لا الله يبارك، الله يبارك، والله على بالك نقولها ونعاودها، راني حاسدتكم في الرزانة اللي عندكم. الجزائر ما تحسد الصحراوي في شيء، انا يعني شخصيا ما عمري ما حسدتكم في حاجة، بالعكس ماذا بيا تكونوا ديما الأوائل واحنا معاكم في الصف. والله في هذه راني حاسدتكم على بالك، غير شوف قراوا المعوذتين عليا. لا ايوا بسم احنا الله ما تعرف شاء الله، احنا رانا احنا رانا دخلوني تربينا بالحب نقرا الجمال. عندكم، دخلوني نقرا عندكم، احنا راه دمنا يغلي. لا لا خاصنا شوفينا ان شاء الله، هنا خاصنا نوكلوك الحم الجمال 10 سنوات ايوه تقريبا، ولا 15 عام صايره تعودي كيف الجمال خلاص. انت. هيا لازم نمشي، لازم نمشي ان شاء الله يا رب، نمشي الان مستقله باذن الله. ان شاء الله، والله والله ان شوف شاء عندي الله. فكره استاذ، ايه حبيت ندير مرحبا سهل. نمول لك الحصه تاعك باش اللي يجاوب على السؤال عنده هديه، وهديه هديه بمعنى الكلمه. كم ريت تعطيه؟ كم ريت تعطيه؟ لا حاجه ضخمه، سياره ولا زعما شي، نعطيه بيت برا المروك وباش يعيش كشعبي وكمواطن ليس كعبيد. ديجا واش سمعت العياش الاخت سناس راهي عارضه عليكم؟ نمول لك، شوف راني الحمد لله نمول لك الاخر ديالك، لكن واحد ربح في عندك في الجواب، يعني بصح شنو تضمن لي انه جاوب جواب صح يطلع، ايه وشوي يجتمع يطلعوا عليك كامل على اساس انه يطلعوا يهضروا بدبلوماسيه، بحضاره، بالتاريخ، يهضروا بدون شتم. على بالي واعره عليهم، ولكن حتى انا راني على بالي واش راني ندير، على بالي السياره هذه مش راح تبارك تخرج الله. من جيبي. على بالي هذه لا سري السياره لهم، راح تخرج من سري جيبي. لهم احدث السياره، احدث السياره. شوف اعطيهم اللي احدث تخرج في السياره. المارشي الاخره وعندهم كونديسيون، هما اللي يشرطوا لي، يقولوا لي شفتوا اسم العياش السياره وانا عليا، انا نمول لك دوكا من اليوم، راك عندك سبونسور. ايوا سمعتوا العياش، اذا راهي الاخت شناس تعرض عليكم قالت لكم احدث سياره، ولكن جيبوا الجواب، اذا ما جبتوا الجواب فوالا جيبوا، ولا ما بيت عندكمش. بيت بيت يعني بكل اللوازم، يعني يكون ايكيبي برا المروك باش يعيش كمواطن، يعني عادي كيما رانا عايشين حنايا دوكا احرار. لا يلا لا لا انا راك خارج المغرب. خلاص سمعت شوف دير العرض لي اللوجو، بصح دير لي اللوجو تاعي هكذا موراك باش دير لي اشهار، راك تعرف صايت كيما كنت سبونسر تاعك، دير لي اشهار. شوف دير لي صايت الاشهار تاعك، وانا كجزائريه الحمد لله عندنا الكبرانات ما يخلطوا فينا ياك. الكبرانات اللي يخلصوا الكبرانات دوك دراهم من الكبرانات نخليهم للحصه تاعي. تطلعوا لك يعني الصالير؟ طلعوا لك الصالير ولا اسمه؟ انا لا مطلع لي انا الصالير. طلعوا لي، وهذه الخطره عطاوني زوج خطرات باسكو مشيت الوقفه تاع عطاوك زوج خطرات ايه وشفتك الحمد لله. درت الوقفه هذيك تاع الصحراء الغربيه هذيك اللي مشينا لها، يعني شفتك لقيتك تما فيها. هذيك زادوك من بعدها يا ودي، زادوا لي في القراد وزادوا لي في الشارع، يعني توشي اكثر منك انت والبيضاني. شفت الحمد لله. انا قاعد حلت في هذوك فلوس، لا لا فلوس الكابرانة ترى لما تروحين في الدروش حطيتهم لا داخل انا الدروش. جبتهم انا قلقت منك انت، قلت لهم كيفاش صحراوي يدي خصن مني وانا بنت الجزائر، قلت لهم تعطوني لي اكثر من اللي تعطوا للبيضاني والراضيين، ودبروا ريسانكم زيدوا لي عليهم 100,000 معليش. زادوك الحمد لله. الحمد لله. وشنو دوك الدراهم هذوك الكابرانات؟ بغيت تغيري العياش هذاك، راه تغيري العياش راك يتعصب. نديرهم للحصه تاعك دراهم الكابرانات، ما نمس منهم غرام، ندير لك كونت خاصين بالعياش. اللي جاوب على السؤال نتاعك راه عنده مني افخم سياره، يعني حط هو يده وانا نمشي معاه لوين يحب وانا نجيبها. خلاص ايوا دير لي اشهار برك من ذاك، برك دير لي اشهار استاذ. شناس شناس راهي شناس قالت لهم ولين نحطوه نحطوا اسمه الاعلان. قول لهم يا بوني وعندي، قول لهم يا بوني وعندي كاع، مرحبا بهم يا بوني وكاع عندي مرحبا بهم. وهكذا اللي يجاوب الاستاذ راه يتصل بيا الاستاذ يقول لي سيبور راني لقيت تما واحد جاوب بكل يعني صح، يكون كل شيء وعليه عليا انا، رجع لي لعندي راني نعطيك توسكيلفو. صافي ان شاء الله تهنيت بارك الله فيك، ونقولها ونعاودها الشعار اللي نتمشى انا به، الشعب الجزائري يساند الشعب الصحراوي لتقرير المصير. يعني احنا عندنا قضيتين ساكنين في ضمن القضيه الصحراويه والقضيه الفلسطينيه، احنا زايدين النهار اللي نزيدوا نزيدوا بها هذه القضيتين، ان شاء الله ربي يوفقكم فيها ربي والنصر قريب ان شاء الله لنا. وما نخافش على الصحراء لانها كما قلتها لكم ونعاودها لكم، الصحراء ماهيش عاقر ولادها وجابت الرجال. الله يطول عمرك ان شاء الله، مشكوره والله، بارك الله ربي فيك يحفظك حتى انت والله. شكرا اختي شناس، الله يطول عمرك، شكرا والله، مرحبا وسهلا.
الأخ أحمد تروزي من موريتانيا. السلام مرحبا عليكم. وسهلا والله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرحبا وسهلا المهندس، والله. لا نقول لك عن مرحبا وسهلا. تحية الصحراء، وليس مغربية وليس موريتانية، نحن الموريتانيين نعلم بالصحراء، عنها نبغى نشوف الجمهورية الصحراوية، أو اللي نقول لك. خير الله والله يحفظك وخير الله بيك يحفظك. وأنا والله مشكور حتى والله، جزاك الله خير. مرحبا وسهلا. إذا الأخت من الجزائر والأخ من موريتانيا كاملين مع الصحراء الغربية. إسماعيل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي الكريم، نسمعك شوية ضعيف يا أخي. بوليزاري وباقي ما داروش زراعة الشعر. نسمعك خويا، نسمعك ضعيف خويا. زراعة الشعر، زراعة الشعر، هز الشعر من زكوك وزرعه في راسك القلاوي. برافو عليك، برافو عليك. هذا هو جواب الاحتلال. هذا شوف، الجزائرية جات بكل احترام، الموريتاني جاء بكل احترام، البقر جاء بلغة البقر، الشعر مات الشعر. نعم سهل. بماذا هي الصحراء المغربية؟ بلا شيء. أنا ضيعت بعد على راسك، لو كنت جبت السؤال الجواب على الأقل تسري لك الأخت شنا السيارة، تديك سيارة على الأقل، تروح عنك البغال والكروسة اللي تتحرك بهم في المغرب. مساكين. مساكين. مرحبا وسهلا الأخ أحمد القرموزي، مرحبا وسهلا. السلام محمد، وعليكم حالك السلام أستاذ لاباس؟ محمد، مرحبا وسهلا. ما شاء الله، شحالك أنت؟ ما شيء، ما شاء الله ما تبارك شاء الله، الله بخير الحمد لله. شحالك أنت ياك لباس؟ ما شاء الله الحمد لله. في خبر الحمد لله. اليوم، مرحبا يعني كنت في لايف، سي محمد من موريتانيا الله معك. نعم، كنت اليوم في لايف سي يعني محمد. المختار، وطلع معانا الاخ موجود الان معاك في البث، اخ من اليمن، وقال ان ايوه يعني السفينه اللي اعتقلوا اليمنيين تم يعني ضبط الحادث. وجدوا فيها يعني 8 مضاربة، وكانوا على متن هذه السفينة الإسرائيلية، اي سامع واليمنيين طلعوا شيء. قالوا أن هذا يعني هذه المضاربة الموجودين على السفينة الإسرائيلية عنهم، ما راح يسلموهم للمضرب. لذا يجب على المضاربة ويجب على الشعب المغربي أن يطالب بتحرير أسراه، هذه هي الحقيقة، أكيد يجب حاجة. أن يطالب بتحرير أسراه من اليمنيين، لأن اليمنيين اعتقلوا السفينة الإسرائيلية وكان على متنها مضاربة إسرائيليون. ولذا يعني يطلع لك مضربي يقول لك المضربة دولة عربية وإسلامية، وهي في الحقيقة أقرب هي للصهاينة، هذه هي الحقيقة. أو كيفك أنت جزاك وكيف أحوالك؟ أمورك ما بخير؟ شاء الله بخير الحمد لله. وانت ايش حالك يا الله لباس؟ يبارك فيك. تحيش الحمد لله. الصحراء مستقلة، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، اكيد والله وستكون ما شاء بإذن الله قريبا، هذه هي رجاؤنا من الله. الله باذن يبارك الله فيك. تعالى ان شاء الله. جزاك الله خيرا. مرحبا وسهلا يا والله اخ مرحبا سيد محمد، مرحبا. مرحبا وسهلا والله الاخ سيد محمد من موريتانيا. نشوف الاخ اخونا من اليمن فتيغوز، مرحبا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواني؟ والله الحمد لله. وانت كيف حالك؟ والله يا أخي أتابعك من أول وحبيتك، والله كلامك كله جزاك الله يعني خير. لا ليس فيه جرف، ليس فيه، إن شاء الله عز وجل أن يحفظك يا أخي، يحفظ كل آمين إن الجزائري شاء حر. الله. جزاك الله خير. أنا من الصحراء الغربية، وعرفنا بنفسك. جزاك الله خير. أخوك من اليمن، من عدن. مرحبا وسهلا. مرحبا. على عيني الاسم وراسي، من والله حضرتك؟ جزاك أضرب. الله خير. الله يجزيك. ايش اخي؟ اسمك من فضلك. جزاك الله خير. اسمي هو الشاعر عبد الله، احمد عبد الله القرموزي. مرحبا وسهلا والله. على عيني وراسي، الله يحفظكم. مرحبا. ونقول مرحبا. لكم تفضل خير. نقول لكم اصبروا واحتسبوا. هؤلاء، انا لا اريد الفتنة والله بينكم، لكن هؤلاء والله العظيم يعني أنقص من ذنب الكلب، مع احترامي لبعض المغاربة الأحرار. ونقول لكل جزائري، نرجو منك ألا تسمي أسعد الغير الشرعي باليمني. أسعد، أنا طلعت في لايف يقول أسعد الشرعي اليمني. نرجو منكم
انا ليس حوثي، انا الذي يقول حوثي في التعليق انا لست حوثي، انا سني سلفي. ما تهتم بالتعليق لانه اكيد انه هناك ذباب الكترونيه. المهم يا غالي، المهم يا اخي، اسعد الغير الشرعي تاريخه كله مظلم. انا جاره ما بيني وبينه يصلني ما بيني وبينه ثلاثه بيوت، ما بيني وبينه يصلني ثلاثه بيوت. تاريخه يا غالي تسبب في موت 28 شخص، تسبب في موت 28 شخص، وتسبب كذلك ترك امه 9 سنين بدون اكل بدون شرب لا مصروف لا مكالمه لا وما الى ذلك. اخر كلمات امه وهي تقول اسعد لا اسعدك الله، كيف برجل اشقى امه سيسعدكم؟ كيف برجل يريد لكم الخير وهو اراد لامه الشر وترك امه؟ كيف برجل يعني باع شرفه في الامارات وباع شرفه في بريطانيا؟ تاريخه كله مظلم، انا لا اريد ان اتكلم عن شرفه. جزاك الله، والله جزاك الله خير الاخ احمد. تعرف انه موضوعنا هو الصحراء الغربيه، عندنا موضوع يتعلق باخر مستعمره في افريقيا وهي قضيه الصحراء الغربيه. انت كيمني يعني ما هو موقفك من هذه القضيه؟ هل انت مع الشعب الصحراوي في استقلاله وفي طرد الاحتلال المغربي لهذه الارض التي احتلها سنه 1975؟ أولا أقول لك كما قال الشيخ محمد الإمام السلفي السني حفظه الله ورعاه، قال أن أم محمد السادس يهودية وما أظنه مسلم. ووالله ثم والله ما وجد اليهود، ما وجد اليهود في المغرب إلا لاحتلال الجزائر. هذا الشيخ محمد الإمام السني السلفي، والله ما وجد اليهود في المغرب إلا لاحتلال الجزائر. هذا الشيخ محمد الإمام. أنا لا أعلم، يعني لا أعرف المغرب كاملا ولا أعرف الجزائر كاملا، لكن لا ما نقول ولا يقول علماءنا وشيوخنا على أن المغرب هي أوجدت اليهود في المغرب لاحتلال أرض الجزائر كما يقول هذا. لكن هل يقول تعلم، لكن هل تعلم الأخ أحمد عبد الله على أن الآن نظام الاحتلال المغربي قد اقتنى الكثير من طائرات الدرون الإسرائيلية من أجل قتل الصحراويين، وقد قتل الكثير من المدنيين الصحراويين والمدنيين الجزائريين والمدنيين الموريتانيين بفعل هذه الطائرات المسيرة؟ يعني لا يخفى شيء لهذا. إذا كان يعني ساعد إخوانه اليهود في غزة، في ساعد إخوانه في اليهود على قصف غزة وساعدهم بالمال والجنود كذلك، والله يقول عندي يمني يهودي يسكن في إسرائيل نفسه، يعني انتقل إلى إسرائيل، قال والله أننا رأيت أكثر من 7 مغاربة عسكر، يعني جنود، مع الجنود يهوديين، مع جنود يهوديين، والآن في السفينة في الخليج. هذه السفينة التي تم ضبطها يعني، نعم، في خليج عدن. أيوة في، طب أنا فيها نفط وفيهم القبطان إبراهيم محمد السعيدي قبطان مغربي. إبراهيم محمد السعيدي قبطان مغربي، و7 نفر لحد الآن لم أكتشف أسماءهم، بس من أصول مغربية. من أصول مغربية، هذا عار علينا والله، أنهم يعني كمسلمين هم عار علينا أن يدعموهم، عار علينا أن يدعموهم بالجنود والأسر. نقول لكل مغربي يقول أن الملك، أنا مع الملك، نقول له الملك دخلت في لايفات كثيرة جوهر وغيرها في المغاربة، أنتم مع الملك وإن كان مطبع، يقولون نحن معه وإن كان مطبع. أي تخيل أن هذه تلك المرأة التي اغتصبت، أقول لكل مغربي تخيل أن تلك المرأة التي في غزة أنها اغتصبت، تخيل أنها أمك، أختك، زوجتك، عمتك، تخيل، أترضى على نفسك ذلك؟ لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تأمنوا، نصيحة حب أخي لك محمد وكل جزائري، لا تأمنوا على غدرهم، دامهم خانوا إخواننا في غزة ودعموا هؤلاء اليهود. نعم هم مستعدين يخونوا حتى انفسهم. يعني اتذكر الاخ احمد قصه القصف الذي تعرض له اليمنيون بطيارين مغاربه في لما كان يعني عدوان التحالف العربي ضدكم. نعم مسجل عندنا،
يسجل عندنا على أنهم دعموا إخوانهم دعموا إخوانهم من أحفاد القردة والخنازير على قصف اليمن. نحن أنا الذي يأسفني ويقهرني على أنهم يدعمون الاحتلال، يدعمون الاحتلال هؤلاء الثمانية. نقول لهم في السفينة الأولى واحد مغربي، والسفينة هذه ثمانية، والسفينة هذه ثمانية مغاربة، والله لن نسلمكم إياه. طبعا وزير مغربي طالب بتسليم المغاربة، وزير مغربي طالب بتسليم المغاربة، بس بإذن الله يا أخي إذا كان الخاص عندك مفتوح سأعطيك بإذن الله الدليل بإذن الله. طالبهم الله. لكن والله لن نسلمهم، جزاك لن الله نسلمهم أحمد والله. جزاك الله ولا خير والله، جزاك الله ولا خير أحمد والله، شكرا جزيلا على مشاركتك والله، مرحبا بك. الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله لك استودعك الله، مرحبا وسهلا، تحياتي لك والله. عزيزة تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عارفين السلام الوقت عليكم يا بنفسك. أخي. وعليكم أنا السلام عزيزة، ورحمة الله. لو مرحبا تفضل. تسمع فيا؟ أيوة. نسمعك تفضل. لو كنت راجل ابن راجل ما تهبط يعني، ما تنزلنيش، خليني نكمل والله يا كلامي. أختي. شوفي شوفي يا أخت، شوفي أنا والله أنا ابن راجل، سمعتي أبويا ابن راجل وله نزلك، سمعتي انا ابن راجل، راجل وابن راجل، والدي ابن راجل وله تنزلي. راي ثبت في النهايه، راي ثبت في النهايه. مسكينه اختي، هذا تربيتكم، ساكنت هذه تربيتكم. الانسان اللي يتكلم عن الرجله خاص بعد عود فيه، هي الاولى تعود فيه الرجله، هي الاولى يعود يتم يصدر هو الرجله كاع اصلا ما هي فيه. لو كنت يا اختي بنت راجل ما تجي للرجال وتقول لهم انت راجل، انت راجل. طلع عود، طلع لسان تعطي قيمة، ولكن مسكين لا يستحقها حرية. مرحبا وسهلا. تفضل الأخ مصطفى. مصطفى تفضل، ما سمعناك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي، عندك مشكل في الصوت. ما نسمعك يا أخي، ما نسمعك خويا، مالك ممكن في الزلزال، في مكان الزلزال يمكن مازال ما جابوا لكم الرزق تحت الارض، والشعب كامل تحت الارض، هو مالو الشعب تحت الارض، هو راه الشعب تحت الارض. والله السلام عليكم. سلام. والله السلام. ما والله يا خويا، شفتي عرفنا بنفسك، جزاك الله خير. اخوكم الجزائر، اخوكم الجزائر. ايه اسمك الله، جزاك الله خير. زياد، اسمي زياد زياد. من الجزائر. مرحبا وسهلا والله. انت تحت الارض ولا فوق الارض؟ لا لا تحت الارض لا، انا هو مازال تحت الاردن، انت زلزال. شنو هو والله يا اخي، ما هو مسموح. اذكر قلت لك الناس مازال تحت، الناس راهي تحت، مازال تحت الارض. مازال والله مازال. قلت لك اخويا، حبيت برك ان على ذاك اليماني اللي طلع تفضل. قال لك اسعد شرعي. انا كجزائري احنا نعرفه ذاك الانسان ما يمثلش ناس اليمن، وحنا نعرفه ناس اليمن رجال. وحاجة أخرى وسي، قال لك المغاربة يجيبوا في اليهود باش يحتلوا الجزائر. أقسم لك بالله يا أخي اليماني، واللي راكم تتفرجوا كامل في اللايف مراركة ولا راهم، احنا الجزائريين نعرفوهم ملاح وهم يعرفونا. صدقني أقسم لك بالله، يو يسيبون عليهم غير نحتلوهم بالألعاب النارية.
والله والله احنا شوف اللي بقى الاخ زياد، فاش دائما باش ننتمو دائما في موضوعنا اللي هو موضوعنا اساسي هو الصحراء الغربيه. ممكن تكون هناك مواضيع جانبيه ممكن يناقشها الانسان، ولكن نحاول على ان نوظفوا هذا الوقت. ما احنا شوف قوه الجزائر ما يقد حد يجادل فيها، وجيش التحرير الشعبي الجيش الوطني الجزائري ما يقد حد ينكر قوته وكذا، واحنا على المخزن عارفين وعارفين جيش. شوف لو كان المغرب عنده جيش ما يعود واحد الآن تقريبا 48 سنة ضد المقاتلين الصحراويين، هو تعداده 200 ألف وضد 15 ألف صح ولا 20 ألف والله مقاتل صحراوي. صح. تفضل أخي، والله تفضل. احنا شوف خويا، احنا مع الصحراء الغربية عندنا زوز قضيات، عندنا قضية صحراوية والقضية الفلسطينية راهم في قلوبنا، شفتي في قلوبنا، وما نفرحوش حتى ترجع الصحراء الغربية حرة، الصحراء الغربية حرة مستقلة. بإذن الله خاطر تعالى. شوف، خاطر هذا من الناس، الناس هذا ما يفهموش شغل بالعقلانية كاين طابع ملكي في سنة نسيتها يا ربي، في 68 ولا الطابع هذاك يثبت باللي صحراء غربية مستقلة. دركا كي حاربتوا انتم الاسبان، خرجتوهم برجالكم، خرجتوا الاسبان واستغلوكم انتم في كيما داروا لنا احنا في قضية تندوف، حبوا كي دينا الاستقلال غدرونا باش ياخذوا صحراء، بس احنا رجعنا استغلوا الضعف بتاعكم وخذوا الارض. بالصحة وين يروحوا؟ ما عندهم وين يروحوا، ترجع في الصحراء النهاية الغربية حق حرة في مستقلة. النهاية حق لا يغادر والله. شكرا جزيلا أخويا زياد، والله شكرا على تحية ليك مداخلتك، خوي، وتحية للشعب تحياتي الصحراوي لك والله. كامل. آمين إن شاء الله. شكرا جزيلا على تحياتي تحياتي لك، خوي. مرحبا، تحياتي متبادلة. محمد الناصري، محمد الناصري تفضل. محمد الناصري تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي الغبي الكريم. الليلي كي داير بخير؟ والله اللي بخير الحمد لله، ما شاء الله لاباس عليك. الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير مرحبا. الحمد لله. مرحبا وسهلا، عرفنا بنفسك اهلا جزاك الله خير. وسهلا. الموضوع ديالكم نعم اسي. عرفنا بنفسك جزاك الله خير. النصيري محمد من المغرب. مرحبا. موضوعنا هو الصحراء الغربية، أنت سميها اللي بغيت. عندنا فيها سؤال تقريبا الآن حوالي سنة نطرحوه لأي حد يقول على أنها مغربية، يعطينا باش مغربي قبل 75، يعطينا الحجج والأدلة اللي عنده. تفضل. غادي نسولك في الجواب ديال في الجواب ديال السؤال ديالك انت. خويا أنا ما عندك ما تسول فيا، أنا بغيت لا الجواب. جاوبتي، شوف لا شوف لا اسمع، جاوبتي، أشوف لا أنتم جاوبتني، الوحيد، هذاك هو الجواب. واشوف انا راني سمعتك، يا مط ولكن انت ما ار ما نقدت تسمعني. تطيحنيش، ار ما ار ما تنزل، ار واسمعني حور نطيحك ار ولا ما حورني، نطيح. هتلقى الجواب انا ديالك. اعطيتك السؤال، بغيت الجواب. السؤال انا ما عندي ما نعدل به، عندك الجواب اعطينا الجواب، ما عندك الجواب خلينا نطلع حد ثاني. في ام السؤال شنو نعدلو به؟ تفضل. كاينه شي واخا يلا غادي نقول لك، كاينه شي دولة عربية في شمال افريقيا؟ ما هي الحجج والأدلة على مغربية الصحراء قبل 75 للمرة الثالثة؟ تفضل. كاينة شي دولة عربية في شمال إفريقيا؟ هذا هو الجواب. ما هي حججك وأدلتك على أن الصحراء لا توجد، مغربية قبل لا توجد دولة 75؟ في شمال إفريقيا عربية، لا توجد شكرا دولة عربية في شمال إفريقيا. شكرا شكرا، لا توجد حق. هو انتم عندكم الدستور في المغرب يقول المغرب دولة عربية إسلامية. لا حول ولا قوة. امساكين امساكين، ربي يشافيكم يا ربي يشافيكم. يا اخوي انتم دولة عربية إسلامية. تبقوا فيا والله، تبقوا فيا. المشكلة ما هو واحد ولا اثنين والله، ألف والله، والملايين خاصك لهم وزين كبير، لا بتعدلهم الفورماطاج، خاصك
خاصك شي مصنع كبير باش يلاه تعدل الفورماطاج لهذا الشيء كامل. ولا توجد دولة عربية في شمال افريقيا، وانتم عندكم زاد قلتوا دولة عربية اسلامية، انتم ما تكلمنا قاع الصحراء الغربية، ما تكلمنا عن الجزائر، ما تكلمنا عن موريتانيا، ما تكلمنا على تونس. امسك لا حول ولا قوة الا بالله، يا ربي شافيكم يا رب. ما نعرف انا شو وقع لكم، والله ما عرفت شو وقع لكم، جايب لكم شي سحر ما عم شي دولة ولا شي. صاي تفضل. صاي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو هو العنوان ديال قلتنا الموضوع اللي كنحكي عليه؟ شنو هو اسمك؟ شنو هو اسمك بعد هي الأولى؟ اسمي محمد، محمد سعيد. محمد سعيد. نعم. عنوان راه مكتوب على الحلقة، بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ تفضل. قبل 75 كانت القبائل الصحراويه كامل كانت تتبايع السلاطين المغرب. خويا البيعه لا يعتد بها في القانون الدولي، القانون الدولي ما يعترف بالبيعه، والبيعه ما خطات الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، بعدها ما كاين بيعه، ما كاين حد في العالم عنده البيعه. تفضل. برافو ليك، برافو برافو. اسمعني اجي بان ما كانش في المغرب والبيعه ما كيعترفوش به في القانون الدولي، ما هو القانون او اللي كان كتبني عليه الجبهه البوليزاريا او لا اللي كتدعم الصحراء المغربيه الصحراء الغربيه؟ خويا 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 انا ما سولتك ني عن بوليزاريو ني عن الدوله الصحراويه. واش اللي معلق في عنقك؟ انت معلق في عنقك. اسمعني انا سولتك، انا سولتك على ما هي، بماذا هي الصحراء المغربيه قبل 75؟ اللي معلق انا في عنقي ذاك ما يعنيك انت ولا يعني حد ثاني. انا سالتك عن سؤال، اسمع شوف، انا طلعتك باش تجاوبني على سؤال بسيط. طلعتيني بان مش كان سهل، طلعتيني يعني باش نناقشوا الموضوع. سمعني ونسمعك خويا. الله يعاونك، الله يعاونك خويا. ما قدرش تسمعني. لا ما قدرش. هذا نوع آخر من السحر. لا ما قادر شيء. أخويا واش أنتم منين قريت؟ من المدرسة قريتوا فيها؟ أنا ما عرفت أنا المدرسة اللي قريتوا فيها أنتم. بماذا هي الصحراء المغربية؟ سهل بسيط، سؤال بسيط. لو كانت هي الصحراء المغربية اللي تقول لي بكذا 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 بكذا، صافي الناس كاملة اللي تسمع تقول والله فعلا صحيح هذا الشيء اللي يقول. ولكن انت مو تتلون وتتلون وتتلوى، وكيف الحنوشة هنا وهناك، مرة طلعوا الراس، مرة الذيل، مرة الوسط، مرة كذا، في النهاية مساك يا ربي يديهم يا رب. كينج بوكسينج. حكيم مرحبا وسهلا. تفضل كينج بوكسينج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا عندي سؤال إذا ممكن. خويا عن أعطينا بعد اسمك وجاوبنا على السؤال اللي طرحته. هي داخلة في الهضرة. دابا انتوما أربعة ديال الناس وأربعة ديال المهابل بغيتي تدوري دولة، قول لي دخلنا. تعرف شكون هما المهابل؟ المهابل هما اللي تابعين واحد ينقالوا الحسن الثاني، مركبهم في الكاميونات مديهم واحد الأرض ما هم عارفينه، وقال لهم إذا تقيتوا مع هذوك اللي احنا ماشيين عندهم دخلوهم وكلوهم شربوهم وسلموا عليهم، راه احنا ماشيين نجروا عليهم نطردوهم. وقول لي بالله عليك من هو المهابل؟ من هو المهبول هذا؟ وراه جدودكم مهابيل. واستمرت الحكاية، يعني استمر الهبال، لعلنا الهبال تطور، عاد واحد تطور اليوم في الهبال. أما خويا وراه ما كاين شي شعب ليه تركبوا في الكاميونات وتدير واحد الأرض معينة وانت باغي تطرد منها واحد القوة استعمارية فيها، وتقول له إلا مشيت فم ولحق تم سلم عليهم ودخلهم للدار وعانقهم وكل معاهم واشرب معاهم. ما كان حتى شي شعب خويا قبل هذا الكلام. أي شعب واعي يقولوا له واش أنت هبيل تضحك علينا هون؟ ولكن انتم سبحان الله عادي جدا عندكم، وقد حرحرنا وكركرنا وجدادي وفعلوا، وجداتي كانت تطيب المسمن، وجداتي كانت تفعل البغرير،
وانا وجدتي مناضله وعمي كان يبيع السكر في تندوف، وكنا في نهر السنغال، كنا بانين واحد البراكه في نهر السنغال، ونحن كنا وقد ذهبنا الى الاندلس وحتى الى ايفرو. هذا وش وقول لي بالله عليك من هو هذا الشعب الهبيل؟ انتم اللي هبالهم، ما احنا رانا نقال له هذا، نقال له الشعب الصحراوي من اذكى الشعوب العربيه، من اذكى الشعوب العربيه، استطاع ان يهزم قوه استعماريه كامله نقالها اسبانيا مده 92 سنه، واستطاع ان يركع جنودكم انتم ويقتل منهم اكثر من 32 الف جندي 16 عام. ولكن سيعدلكم لا اله الا الله. ثم إذا كان شي كسكس ولا شي قصعة ولا شي كذا راكم تفهموا فيها، أما الحرب والنضال وكذا ما شي بعيد عليكم. كريم كريم، مرحبا وسهلا كريم، تفضل. لا بأس، الحمد لله. وأنت كيف حالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام خويا كريم، مرحبا وسهلا. كريم من الجزائر. هذه نسمع ونضحك، والله اللي نسمع قسم بالله العظيم. شوف اقول لك السؤال نفس الجواب، يعني الانسان كيقرا العنوان تجاوب على هذاك العنوان، ما استطعت لا استطيع ما جابت عنوان. كي تجاوب على العنوان تقدر تطرح اسئله تاعك وهو يناقشك، مثلا تقول لي بماذا الصحراء المغربيه، يقول لك بماذا الصحراء المغربيه، وندخل في نقاش. هو اللي يقطع عليك السؤال، هو الموضوع ومن المستضيف. يعني ما هو هو ما عنده السؤال، هو هو اللي كان عنده الجواب قاع ما ينتهي في السؤال. والله يا اخوي محمد المشكله ثم، والله كي قلت واللي ضحكتني قلت مش من المدرسه قريتوا فيها. هو ايوه هو بالله اخويا راني نتساءل، عفوا نتساءل على المدرسه اللي قراوا فيها شني. والله يا اخويا، والله يا اخويا محمد، انا والله العظيم يا هذه الناس والله ما ندير بهم الملامه، ما بالك دكاتره مثل صنايبي وكذا وكذا، كاين دكاتره والله العظيم ما يعرفوا الجو، والله ما يعرفوا اللي كيما يقولوا الفعل المضارع من الماضي، والله قسم بالله الا كنت نحاورهم والله العظيم يا تاريخ نسمعوا به وحده، وثانيه تاكل مع ما واسمه اسلي واسمه سالم هذاك، قسم بالله دكتور منال، منال الخريطي، منال الخريطي، منال الخريطي. شوف ادخل لواحد اليوتيوب المناظره اللي دارها، ما كان النقاش اللي دارها ما بين سالم هذاك مع الخريطي هذا، والله الا تحسب هذاك استاذ هذاك دكتور وهذاك، والله العظيم لا تحسبوا انسان والله العظيم. شوف شوف، وتعرف هذاك منال الخريطي منين كان ساكن في مراكش في فتره الطلبه، كان ما يخرج من منازل الصحراويين، كان ما عنده ريال احمر، كان فقط يعيش على الصحراء، على ظهر الصحراويين في منازلهم في فترة الطلب. سبحان الله. هو عنده واحد والله عنده واحد الاسلوب يا اخي، هو دكتور بصح عنده اسلوب شعبي، كون تبدا تقارن ما بين الكلام اللي يتكلم فيه تحسب انسان شعباوي، ماشي الدكتور. الدكتور اروح، احنا عندنا دكاتره، احنا عندنا غير طبيبه البيض يديروك، يعني تقول لك اللغة العربية تقولها بمعنى كلمة. ايوا شوف، هذاك الشيء راهو بادي من اسمه من فوق وانت تحت. نمشي لا اصغر واحد لتحت، والله والله انا مستوى كيما نقول لك مستوى ضعيف، والله ما نلومه، كيما هذول لما يطلعوا معاك انا عادي وعندهم ذاك الاسلوب، والله الا انا استغربت قلت سبحان الله هذو دوكاك يطيحوا لي نعذرهم، بصك هذا هو المستوى تاع الواحد. الانسان اللي عنده مستوى ما يطيح، اللي عند الانسان اللي عنده مستوى راه ما يطيح، واللي عنده اللي مستواه نازل. والله والله شكرا خويا كريم، والله باش باش محمد الله ربي يحفظك ان شاء الله، ان شاء الله امين ان شاء الله. شكرا والله، الله يحفظك ان شاء الله، مع واحد ان شاء الله تهب عايش بالثقه ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عندك مشكله، وعليكم السلام، راه عندك مشكله في والله في التغطيه يمكن. مرحبا وسهلا، شكرا. جنات، جنات تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم انا بغيت نقول لكم واحد جوج كلمات وعنزل حالي.
عرفينا بعد براسك هي الأولى. سميتي جناس من المغرب. مرحبا، تفضلي. انا بغيت نقول لك اخويا الله ينعل الدين ديمك، الله ينعل. الله ينعل اختي، راه انت تلعني الدين، وحد لعن الدين معناها على انه كفر بالدين. ساكت، شفتوا شفتوا هذه التربية، راه هذه التربية. راه كيف الدكتور، كيف اللي في ايطاليا، كيف اللي في اسبانيا، كيف اللي بهما مساكن ترباو على انه منين يسبوا راهو عدل شي انجاز خطير، وراهو سكت العالم بالسب. الانسان قاعد يسب الدين قاعد. احنا بعد رانا لا نشفق عليكم فقط، لا صغيرة هذه، راهي لا طفلة صغيرة. هذه راهي لا طفلة صغيرة. إن شاء الله إن شاء الله نحاول، إن شاء الله نحاول. تقول قست لا. محمد مرحبا وسهلا، السلام عليكم، مرحبا وسهلا، تفضل تفضل. رضوان، رضا، رضوان تفضل، رضوان رضا تفضل، رضوان رضا أنا تفضل. أخي تكلمت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى لا يعني نكون في يعني في أدب. عرفنا بنفسك، جزاك الله خير. رضوان من إسبانيا. أيوة مرحبا، تفضل. إسبانيا مغربي، مغربي الأصل. مرحبا مرحبا، تفضل. يعني أنا أعلق على كلمة فقط قلتي بأن الأجداد كانوا مهبولين يعني. لا شوف، لا شوف، لا أيوه اسمح لي، شوف شوف، نعم هو انت ما تعلق لا على الشيء، يعني كنت انت كاردوار، اما أيوه منين نتكلم انا عن اي شيء معايا، يعني كنت انا اسال هنا، عندي سؤال بسيط جدا. هو اي أيوه شخص يقول لنا بانه الصحراء مغربية يعطونا باش هي مغربية قبل 75 فقط؟ تفضل. ايوه وانتم كذلك سؤال يطرح كذلك، هل الصحراء إذا عندها نعم، علم؟ نحن إذا يعني أردوان، عشنا في إذا المغرب. شوف نعم شوف، إذا أردوان شوف، اسمع أنا أي شخص ايوه نطرح عليه السؤال ويرد علي بسؤال ننزله. مالي إن أنت مهم، عندك انا اعتقد عندك الخيار، شوف عندك، شوف ايوه عندك الخيار قدام، هاي 414، يا إما تجاوبنا على سؤالنا بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75، يا طيب إما تطرح لنا السؤال له ننزلك. لا أيوة نقيد، أنا أعطيك إن شاء الله الجواب. تفضل إن جاوب، شاء تعال الله جاوب. أيوة إن شاء الله تذهب وتدرس التاريخ، اتفاقية بروكسل سنة 1867، اتفاقية بروكسل لعام 1890، اتفاقية برلين في سنة 1885، اتفاقية الجزيرة الخضراء لعام 1906، عقد عهد الحماية مع فرنسا سنة واخويا، خويا 1902. خويا اسمع رضوان، اسمع 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 خويا حتى رضوان، تعرف التاريخ. نعم خويا حتى تعرف. رضوان، أيوة خويا أيوة خويا رضوان، أيوة هذه الاتفاقيات اللي تكون انت نعم. شابهم الحسن لا 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 الثاني لا لا، اللي هذا تاريخ، هذا تاريخ يا أخي. المغرب، خليني المغرب نتكلم يا أخي. بغيت أيوة تتكلم، شوف نعم بغيت لا تتكلم وتنزل، ما عندي حتى مشكل. إن شاء الله. لا ابشر لك، أيوة أنا يا أعطيتك تواريخ، اسمعني أخي، أنا أعطيتك تواريخ واسمع قبل يا أخي، 1975، واسمع يعني يا أخي، كتاريخ اسمع مغرب، كتاريخ دولة، كبلد. واش أيوة نمت عليك ميكروفون؟ لا يا أخي اسمع اسمع، نحن واسمع يا أخي، المغرب تعرف أن المغرب استعمر، صح؟ المغرب استعمر. مرحبا وسهلا مثل المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام، وبركاته. مرحبا وسهلا عبد معك الرحمن، مرحبا صحراوية وسهلا. أصيلة وأفتخر من الصحراء الغربية ومخيمات العز والكرامة. وخيرت والله، وخيرت شحالك والله، الله لباس يخليك، عليك ما إن شاء الله، شحالك أنت بخير، ما إن شاء الله، الله الحمد ما لله طري راك بأس، باس الحمد لا لله إن إن شاء شاء الله الله، الحمد لله لا راك مرحبا باس. وسهلا والله، أخي هذا النويس، هذا كل ما في نفسك تدله على الناس سبحانه، والله لا باظك.
هو يا اخ هما قاع من المعقول ما يلتم قاع يتكلموا عنه، هو ما هو محمد الراضي اللي قال عنهم جانين ولا مهابي، ولا انا نحن كشعب صحراوي قلنا عليهم جالي، قالها عنهم لا وزير صحتهم قال عنهم 80 48% مهابي. ايوا يا المغار يا العياشه اللي عدتوا عندكم اسمه مستشفى بل منين ودواء المجانين، راهو هون عندنا حذانا هون في الجزائر الابيض مستشفى كبير معروف بعلاج المجانين، قالوا سيد الشحمي راهو زين معلوم فيكم. يا غير هادو لا لا نقول لهم بعض عنهم عبالهم يتكلموا عن واحد محمد الراضي عبالهم اللي ما ملكي، قالها عنكم، ما قالها عنكم ما قال عبالهم ملكي هادو، عبالهم ملكي، ما يصلح لهم، ما ما يصلح لهم هذا المستشفى. ونحن يا يقولوا أربعة رواقيج ولا خمسة، نحن ممكن نكونوا قلال ما نواصلين قاع المليونين تعداد نسمة، غير استطعنا أن نخرجوا الإسبان من أراضينا هزمناهم، واستطعنا أن نهزموكم أنتم يا العبيد، أنتم 32 ألف جندي جيفة في الأراضي المحررة، راهو تاريخكم فما، راه معظمكم فما ينهشونهم الكلاب، حشاك وأعزكم الله. عزك الله، عزك الله. سمعتوا أو تموا تكلموا بالأدلة والحجج، ورانا لا نضحكوا بعد، رانا جزاك الله خيرا محمد، جعل الله في ميزان حسناتك. آمين والله آمين. شو انتم تم كثر ما ترين سامعينك لا يا باش تموا نضحكوا ما ترين سامعينك ايوه والله، والنبيك ربنا يسمعك والنبيك والله، بارني فيك والله، مرحبا وسهلا والله، انت عندك مشكل في يمكن في التغطية قلت لك والله. تم حاول 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 تم تطلعهم هما بنسبة كبيرة أكثر من الناس الثانية باش تم ولا نضحك، جزاك الله شوف والله لا تشفي قليلنا على مولانا تم ولا نضحك، لا داروا روسهم عدلوا روسهم ضحوكة للعالم وتوب يغنيني ويغنيك، نحن بعد تم ولا نضحكوا في حلقاتك هذه جزاك الله خيرا عليها، وتحياتي ويقويك عليهم ويعتنك ان شاء آمين الله، إن شاء الله والتوفيق والنجاح والسداد والفلاح. آمين إن شاء الله، آمين إن شاء الله، آمين ونحن إن شاء الله. ونحن عهدنا الله واحد بإذن الله تعالى، ما أن له ما أن لا يطيح لنا جبن على جبن إلا ما حررنا أرضنا بإذن الله تعالى، والنصر له هو الخالق بنا، عندنا إيماننا كبير بالله سبحانه والله وتعالى والله بإذن الله. والله والله الخالق والله. النصر والرجوع إلى الأراضي إن شاء الله، أرضنا رافعين روسنا مولي إن شاء الله بإذن الله إن شاء تعالى، الله والله إن ويقوي شاء الله. جيشنا ونصر الجيشنا ويقويه ويمتن ويعتن ان شاء الله، وبامان آمين الله والنبي التوفيق. مرحبا وسهلا والله، ونبيك والله، مرحبا وسهلا يا عبد الرحمن خيرت. خير السلطاني، خير السلطاني، مرحبا وسهلا، تفضلي الاخت خيرة، تفضلي. أخ إبراهيم السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام أخ إبراهيم، كيف حالك؟ تحياتي للأستاذ محمد وتحياتي للشعب الصحراوي وتحياتي للجبهة الشعبية. تحياتك والله، تحياتي لك والله. والله أنا متابع الحديث، كان موجود واحد من المملكة المغربية وكان بيدعي إن المملكة المغربية كانت تحت الاحتلال. المعلومات التاريخية اللي إحنا اتعلمناها ودرسناها أثبتت فيما لا يدع مجال للشك ان المملكة المغربية احتلت احتلال حقيقي بعد استقلال الجزائر، اما فيما قبل ذلك هي كانت تحت الحماية الفرنسية، وفي ناس كتير جدا بتحاول تخلط ما بين طلب الحماية الرسمي الواقع 1912 والحماية الفرنسية الحقيقية اللي وقعت باتفاقية لالا مغنية 1845. إذن الحماية الفرنسية الحقيقية للسلطنة المراكشية كانت تابعة لمراكش كانت سنة 1845 اللي خان بيها السلطان العلوي هشام عبد الرحمن المجاهدين الجزائريين على رأسهم الأمير عبد القادر، وتفاهم مع الإمبراطورية الفرنسية في تقاسم السلطة والأرض بينهم، تحكم فرنسا كل ما هو شرق فاس ومراكش بالتفاهم مع السلطان العلوي، والخارج أو الأرباح تأتي
مشاركة، يعني حتى إذا كان أرباحه قليلة طبعا مقارنة بفرنسا، ولكن هو عنده استقرار سياسي داخلي بسبب وجود قوة عظمى متحالف معاها على حدوده الشرقية. لكن بعد استقلال الجزائر الحقيقي سنة 1962 أصبحت الأمور لا تستوعب فكرة دولة مستقلة ذات سيادة ودولة تحت الحماية، فلا بد من دخول فرنسا دخول حقيقي داخل المؤسسات الإدارية للدولة والتعامل اللي يتناسب مع الوضع الحالي لوجود عدو مشترك شرق سلطنة فاس ومراكش، اللي أدى فيما بعد لاستخدام هذه الدولة في حرب الرمال، وفيما بعد في النزاع الموريتاني، وفيما بعد في النزاع الصحراوي، اللي لازالت لحد النهاردة تستخدم هذه الأرض بهذه الإدارة الفاسدة من أجل تلبية طموح ومصالح المستعمر. لذلك احنا كل ما نتكلم في اي منتدى او اي لقاء او اي مؤتمر سياسي بنقول ان المخزن هو العدو الرئيسي لشعوب المنطقة. أكيد. النهاردة الاسرة المالكة اللي هي تاريخيا استقرت واستمرت بسبب ادائها الاداري اللي يتناسب مع الوضع الزمني اللي كانت فيه وتجلى دوت، وكانت احسن فترة هي فترة الملك الحسن الثاني اللي كان عنده مشاركة سياسية دولية فعالة أظهر بها قدرة في تفاعلات دولية. النهاردة الملك الغائب اللي هو مالوش أي تأثير سياسي ولا ظهور إعلامي ولا مشاركة في هموم ومشاكل شعبه العزيز وبلده، النهاردة يترك المركب في عرض البحر ويخلي وطبعا هو ويترك السفينة أن تذهب لوحدها، تذهب سدى إلى ما لا يحمد عقباه. باختصار شديد، لأن البرنامج بتاعك أنا بسمعه كتير وبطلب من كل متابعي على صفحتي إن هم يهتموا بالبرنامج، لأنه برنامج قيم وأكاديمي ويطرح مواضيع فعالة حقيقية تستحق المشاهدة والمتابعة. وتحياتي ليك وتحياتي للجبهة الشعبية والجيش الصحراوي، وتحياتي لكل اللي اشتركوا في ضربة السمارة اللي أربكت العدو وأفقدت العدو توازنه وأفقدت العدو تفكيره الاستراتيجي، وأصبح العدو متقوقع على ذاته بيطلب دعم من دول أساسا منهارة لا تستطيع فعل أي شيء. النصر قريب إن شاء الله، وتحياتي للجبهة الشعبية وتحياتي للأستاذ محمد غالي ان شاء الله. شكرا جزيلا والله الاخ ابراهيم، والله شكرا جزيلا الاخ ابراهيم المصري، واحد من الناس اللي دائما حاضر ما شاء الله عليه، جزاه الله خير. لنحاول طبعا ننوع شوي. ايمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضلي. كيف حالك اخي الكريم؟ والله الا بخير الحمد لله ايمان، ان شاء الله. كيف حال إخواننا في الصحراء الغربية المحتلة؟ كاملين بخير الحمد لله، كاملين بخير الحمد لله، ما شاء الله. نرجع لهم إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. أختك من فرنسا؟ عارفين ابنك؟ أنا من فرنسا والجزائرية. مرحبا مرحبا وسهلا أختي، مرحبا وسهلا. والله نسأل، فقط حبيت نسأله لهذا العياشة اللي يقول لك الصحراء المغربية، من كان يجاهد في الصحراء أثناء الاحتلال الإسباني؟ بأهل الصحراوي. لا خليهم هما يجاوبوا، اللي قال لك الاب كان مغربيه واعطي اذا ما يقولوا اذا يقولوا ان المغربيه اللي كانت جاهد يعطونا اسماء مجاهدين يعني في هذيك الحقبه، لانه انا نشوف باللي لحد الان المغرب ما زالت محتله ولحد الان ما شفناش يعني معارك على الارض وعلى العرض. وشكرا خويا على المداخله. العفو والله، مرحبا بك وسهلا والله، شكرا جزيلا والله اختي، مرحبا وسهلا، مرحبا بك. إذا السؤال موجه لكم أيها العياش، قولوا لهم الشهداء اللي عندكم واللي والمعارك اللي خطوها في الصحراء الغربية قبل 75، وإن كان ما أظن أن عندكم الجواب. حررتوها بالمسيرة الخضراء، نسيت أنتم تحرروا لا بالمسيرة أنتم. الصحراء مرحبا وسهلا. أمو آدم تفضلي، أمو آدم تفضلي، أمو آدم تفضلي.
أمين براد. عفوا بالخبز واتاي قال ولد الصحر. أمين براد تفضل. أمين تفضل. لنحاول طبعا ننوع شوي، نسمحوا لي. تفضل الأخ رضوان. السلام عليكم أستاذ رضوان. مرحبا وسهلا. وعليكم السلام. مرحبا وسهلا رضوان من الجزائر. مرحبا وسهلا الأخ رضوان. مرحبا تفضل أخ رضوان. والله والله عندي مداخلة صغيرة. مرحبا وسهلا. التعريف العياشي، العياشي هو ذلك الشخص هزيل الجسم وعنده راسه كبير مليء بنفايات المخزن، مطيشة، عاش سيدنا، الجزائر تريد تقسيم أرضنا، و سيدنا فوق القمر. إذا أنك باش تجي تتناقش وتقول له قرارات أممية، تقول له محكمة لاهاي وما إلى ذلك، مش راح يفهمك الأمور هذه، لأنه هذا هو مستوى مسكين. مين يزيد؟ إحنا في الجزائر عندنا ثقافة أنه يزيد مزيود، نأذنوا له في ودنه، نقرأ له القرآن، ندعو له بالصحة وندعو له بالعلم. أما العياشي مع يزيد نقول له أركع لسيدك، الجزائر الصحراء المغربية وكذا. هذه يا أستاذ، بارك الله فيك. جزاك الله خير. مرحبا وسهلا والله. شكرا أخويا رضوان. شكرا والله. شكرا والله. محمد بي. محمد بي تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تفضل أخي محمد الكريم. السادس من الرباط. معك ربي محمد يهديك. السادس من الرباط. والصحراء غربية وليست مغربية. وعاش الشعب الصحراوي. وعاش شكرا الشعب الصحراوي. وعاش الشعب شكرا شكرا الصحراوي وجبهة بوليزاريو. معك محمد السادس. شكرا عاش شكرا. متحلي فيهم بصح الله ما على بالي ما باش باش. متحلي بيهم. شكرا شكرا بارك والله الله شكرا. فيك محمد راهي. مرحبا وسهلا اخويا محمد. مرحبا وسهلا. الله تحياتنا للشعب تحياتي لك الصحراوي الشقيق. تحياتنا ربي يحفظك ان شاء ان الله شاء الله اجمعين ان شاء الله. شكرا والله. شكرا عليكم لكم السلام. وكل المتابعين. صح شكرا. امين ان شاء الله. مرحبا وسهلا والله. شكرا. هذا اخ جزائري والله اضحك معكم شوي. ما عندكم حجه ايها المغاربه، للاسف ما عندكم حجه. فقط الصحراء مغربية باش بلا شيء. عثمان جرايدي تفضل. عثمان تفضل. السلام عليكم الأخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس عليك؟ والله إلا بخير الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. خوك من المغرب. سمعك الله بفضلك. لا عثمان راهي عثمان. إيه غير كان معنا الناس المكفوفين خويا. تفضل. الصحراء مغربية أخويا أبا عن جد. إيه. ولكن باش راح مازلنا نبحثوا على الحجج والأدلة بالتاريخ قبل ديالها. راه الناس بالتاريخ أخويا محمد عطاوك الناس عاية ما اقتنعتيش أنت ديما الفكرة ديالك هي الصحراء. عطينا أخويا شوف حنا دراك طلعناك باش تعطينا التاريخ أخويا. قنعنا قنع هذو الناس كاملين، قنعهم بالتاريخ وحكي لهم على التاريخ وحكي لهم باش. أخويا محمد واحد النهار طلعتي واحد السيد عطاك واحد الجواب واعر، ولكن انت اخويا راكتي معانا في الاولى كليتي طعامنا وهذاك الشيء ما المهم هذه هي اللي بغيت نوضح لك. شوف واش عندك شي حجج تاريخيه على مغربيه الصحراء؟ اما انا شوف انا الطعام اللي كتكلته بعركي انا حركت عليه ونشفت. لا والله انت عندي عليك دليل علاش حيدوك محمد من تمك من حديكم الاولى. عندي عليك دليل اخويا. لان سرقت الملايير ديال المغاربه وديت. لا لا ما سرقتي ما والو، كنت بغيتي دير معاهم واحد الكونطرا واحد السيد دار عليك. السلام عليكم. الله يعاونك. بالسلامه عليك. كنت انا اخويا لك جمعت هذيك واحد 8 ملايير و 500 مليون دولار وديتها لباراماونت سويسرا ورجعت. مساكن عندهم دليل. مساكن. هو هم ولا هذاك هو اسلوب. شنت بالله عليكم انتم اللي عنده الحجه والدليل على مغربيه الصحراء لا هي. مساكن. محسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضل اخي الكريم. معك احمد من العيون. خويا انا نسمعك شويه ضعيف، قلع الكيت ولا شيء.
معك احمد من العيون، مدينه العيون. قلع الكيت، قلع الكيت باش نسمعوك، باش نسمعوك اكثر، بس كنا نسمعوك شويه ضعيف. تفضل. معك احمد من العيون، مدينه العيون. رانا نسمعوك ضعيف خويا، عندك الكيت، قلع الكيت. من يديرهم؟ ايوا تفضل، يلا تفضل. يمكن مشكلة في التغطية ولا شيء. سامعينك سامعينك، تفضل. معك أحمد من العيون المغربية. أنا كنت، أنا صحراوي من، كنت في جبهة وجيت، جيت عايد المغرب وعرفت عندي، وأنا الصحراوي نعرفهم أكثر منك، فهمت؟ واعطينا شوف حلواش، حنا سولناك على حياتك، حنا ما سولناك خو على حياتك، حياتك ما تعنينا، امشي كاع انت للمريخ وارجع. حنا سولناك على بماذا هي الصحراء المغربيه قبل 75. انا عايد والله ما تعايد، وسولناك حنا، انت عايد والله راجع. قول لنا بماذا هي الصحراء المغربيه قبل 75 فقط. تفضل. الصحراويين، الصحراويين اصلهم كاملين مغاربه. نقول لك علاش خويا، واش انا سولتك على انا وصلتك سولتك على الصحراويين؟ واش انت تفهم شنو نقول لك انا ولا ما تفهم؟ انت راح الدور، الدور اللي تقوم به فاشل فيه. انا نقول لك الدور اللي انت مكلفينك به فاشل فيه. نقول لهم يبدلوك، يجيبوا واحد ثاني شوي لسانه طويل ونبيه وكذا. انا نسولك بماذا هي الصحراء المغربيه قبل 75، تقول لي عايد. يعني خويا سولتك انا على عايد، والله ما تعايد. قلنا لك اعطينا باش هي الصحراء المغربيه قبل 75، راهم الصحراويين. اخويا انا ما سولتك عن الصحراويين، واش انت ناطق باسم الصحراويين؟ تفضل. كانت اسبانيا، كانت اسبانيا في المغرب، فهمت؟ كانت هنا في، كانت اسبانيا في المغرب فهمت؟ كانت اسبانيا في المغرب كانت في المغرب كلمه؟ لا اعطينا وقت. كانت في المغرب شنو؟ كانت في المغرب، في الاراضي المغربيه الاصليه، فهمت؟ كانت في الاراضي المغربيه الاصليه. ركتي الصحراويين، ركتي. كم عمرك كم عمرك كم عمرك خويا، كم عمرك؟ انا 30 ايه. سنه 30 سنه 30 سنه سبحان الله. 30 سنه وتكذب، وتكذب عليه، تكذب عليه، عليه تكذب عليه، عليه تكذب عليه، عليه تكذب. انت علي. مستوطن، انت مستوطن، انت مغربي جاي، ما انك خلقت في الصحراء الغربيه، والله ابوك جس خدم في الصحراء الغربيه، وهلك جاو في الصحراء الغربيه، وعدت تقمص دور الصحراويين. علم لي تكذب انت اليوم مثلا، علم لي تكذب انت، درك انت، درك شوف قول لي كاع، علم لي تكذب انت كاع، علم لي تكذب. الخير، شوف لقى الخير في المغرب، والله لقى الخير في المريخ. احنا ما سولناك على الخير، الخير كاع ما تشد اخبار الخير. شوف شوف اسمع، لو كنت، لو كان الخير في المغرب ما يخدمك انت تدافع عنه. ما ندافع عنه كلمة الحق. عايدين راهم يشوفون. وامشي ينسخك، امشي، امشي ينسخك، امشي. امشي ينسخك، امشي. ايه مرحبا حق، امشي ينسخك، امشي. امشي ينسخك، امشي. فوالا. شفتوا؟ ساكن باغيين يحولوا الصحراء الغربية للمغربية. ألا تفضحوا روسكم في العالم كامل، يعود على جيب أخباركم. أشكال وأنواع، تعرفوا أشكال وأنواع المخضرم. ما عجبني أنا، يعجبني الكذب المخضرم. تفضل. حياك الله الصحفي المتميز أخونا العزيز، بارك الله فيكم وحفظكم جميعا. مرحبا، الله يلا خير بكم. بيكو على، والله بيكو على. لا عرفنا، جزاك الله. أنا إيه. أنا موريتان، أخ موريتان، موريتان والله، أخ موريتان. مع بينا تعرف موقف، موقف تعرف حكومتنا وياسم الدمور صالينا من عبد الله معاه. جزاك الله خيرا. تفضل تفضل اخ، ما لنا سامعينك، ما لنا سامعينك. تو دخلت لك، انا نختاروك. لا
هي والله غادي يطلق انا نختار وكلها تقول انك كلمات والله شي مثلا نعود نقدو مثلا نعود على ذاك الزر. ايوا احنا طارحين سؤال على الناس، طارحين سؤال على المغاربه، سؤال بسيط هو باش هي الصحراء هي مغربيه اللي يقولوا عنها مغربيه قبل 75. ايوا رانا مال حكومتنا نحن ما لها ما تعود على ذاك الزر ذاتيا، من العادة اللي تعرف الحقيقة وياسم النمر ما يفيتتها، ما لها ما تعود على زركم انتم مع لكن قايلين انتم هو القصار. حياد ذا النوع من الامور ماني قايل عنه، حياد ذا النوع من الامور ماني قايل انه صالح، قال علينا لا احد يلا يقف مع الحقيقة، لكن اللي صالح وتوفي ترشح الحقوق لاهله، لكن نختارهم يسمعها بمنهم يبقي يسمعها. أن ذاكرنا معاه بقلوبنا، يقال إننا نبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. أكرم والله 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 لا عارف خالق والله عارف خالق والله أنت الله جزاك الله خيرا والله جزاك الله خيرا خيرت والله وأني فيك والله مرحبا وسهلا والله. هذا الأخ موريتاني يدور يعني دولته الدولة الموريتانية على أنها تعود على الأقل مساندة للشعب الصحراوي علانية ما دام تعرف الحق. ليلى السلامي او ليلى السلامي تفضلي. ليلى تفضلي. بيك وهلا والله بيك وهلا بيك وهلا والله نسمعك شوي. ما شاء الله بخير الحمد لله ما شاء الله بخير. لا بعيد حس شوي بعيد ما شاء الله بخير الحمد لله ما شاء الله. مرحبا وسهلا والله. شحالك يبوي؟ مرحبا وسهلا ما شاء الله بخير الحمد لله ما شاء الله. شحالكم انتم؟ بخير الحمد لله ما شاء الله. الله يقويك ان شاء الله وينصرك. امين ان شاء الله. ذات الزينين رانا متونسين بيهم وصحتك لهم فريق الصبر، ونشكر اخوتنا الجزائريين ونشكر الشعب الصحراوي والنصر النصر 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 والله هو اللي خالف باذن الله. والله والله والله, والله. هذو العياشة بعد عرفة رانا نضحكوا بعد اللي نخلع هلا عرف بعد عنهم هلا عرف عنهم بعد اللي راك تجننهم وتخليهم هلا يبطل اللي لا يخفى عليهم ان شاء الله. هو شوفي ولا زين عندك الليل لا تطول قاعد شوي في الحوار معاهم كان انت مولا نضحكوا ولا الكلام لا الكلام الخاسر لا الكلام الخاسر توبة وما اللي نتفادوا توبة لا حد وحد الله يقاتهم الا ذاك اللي يعرفوا يمر شو مر هو نتفاداتهم على الكلام الخاسر لا مخسرين احنا الحمد لله فوق صح كنت ولا خليهم كلامهم لا حد وحد الله يقاتهم يطيرهم يا غالب بعد والله الا نضحكوا بعدين الصح والله ان شاء الله ينصرك عليهم امين ان شاء الله امين امين ان شاء الله. الدايرين حتى والله قوي الشعب الجزائري والله والله واقفين والله الشعب الجزائري امين ان شاء الله. والموريتانيين هم اللي راهم الموريتانيين هم اللي راهم حتى هم راهم ما ننساهم والله. الموريتانيين الشقيقين اللي نسيتهم تنساهم الموت والله الا نشكرهم والله نشكر الشعب كامل اللي واقف مع الشعب الصحراوي الله يعمل مولانا ان شاء الله يعطيه اللي دور عند أمين. الله طالبين هالهم عند مولانا عز وجل والنصر ان شاء الله امين ان شاء الله. الله اللهم خالق قال باذن الله تعالى الا النصر والله الا النصر والسلام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الرحمن والله ان شاء الله والله رحمه الله تعالى. وعليكم السلام ورحمه الله جزاك الله بيك والله مرحبتي وسهلا والله حتى انت انا شوي كنت تعطيه ضعيفه والله غير بعد الأخت حورية من الجزائر. الأخت حورية من الجزائر تفضلي. أخت حورية تفضلي. أخت حورية. عزيزي تفضلي. عندك مشكلة في الصوت اسمحي لي نزلتك. عندك مشكلة في الصوت. الله. راني بعد ترسلي لي إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
انا خصك تستيزف المغاربه ماشي الجزائريين وموريتانيين، خصك واحد الا غير شوف يكون واحد شوف قلقه اول يكون شيء شوف شوف يكون اول شيء اول شوف مغاربي. اول شيء اول انا شيء هعطيك واحد اول السؤال شيء وجاوبني خليني اسمعني بسهوله. خويا اسمعني اسمعني خويا اسمعني الله يطول عمرك. شوف اول شيء ما نجو عند واحد مول لايف ونقول له خاصك، باسكو هو مو خدام عند حد، هو خدام عند راسه خويا. ثانيا انا نطلع على المغاربه ونطلع الجزائريين ونطلع الموريتانيين ونطلع اي حد، انا ما نعرف شكون اللي اسمه علي. انا عرفتك انت مغربي، تفضل اخي عرفنا بنفسك هي الاولى وتفضل. تفضل تفضل مشيت خاصك لا منين نعود خدام عندك، منين تخلصني في راس الشهر ما عندك مشكل قول لي خاصك وما تخصك، ولكن انا اخويا حر، انا حر راسي الحمد لله، ما عندك لا تحكم فيا انت، لا خاصك لا ما تخصك. سمير تفضل. السلام عليكم. سمير تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف تفضل داير أخي اخويا؟ الكريم. صافي كنت والله أنا مزيان بخير الحمد لله، كل شيء بخير الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله اخويا. خويا مرحبا. انا مغربي حر، يعني بغيت نهضر معاك حيت انا سمير قلت لي. ماشي من المتتبعين ديالك، ولكن سمير وي سمير اخويا، ولكن مرحبا تفضل. لما كنطلع يعني كطلع لي اللايف ديالك كنلقاك كتكتب واحد الجملة بماذا هي الصحراء المغربية. نعم اخويا الله، الله نعم احنا طرحين هذا السؤال. تفضل. غير عندي واحد، حتى انا كنت كنتبعك يعني من شحال هذه، كنت معنا في القناة ديال الأولى، كنت كدوز برامج ديال اخويا سمير، احنا راه ما نتكلموا عن الشخص اخويا، انا راني ماني فاتح لايف انا عليا انا كشخص، اش كنت نقول ولا اش نقول خويا. انا لا فاتح اللايف سؤال واحد، انا سؤال واخويا واحد، اسمعني انا عندي واخويا سؤال واحد، سؤال واحد وانا اسمح ما لي. عندي ما نعدل بسؤالك، عشان نعدل بسؤالك، انا لا اريد الجواب على انت اسمح مغربية لي، الصحراء قبل مغربية 75. شنو غير انت واش ما عندكش ما يدار في حياتك من غير الصحراء المغربية؟ هذا الشيء هذا هو السؤال. عندي انا ما عندي حتى تستقل الصحراء الغربية، ها شو ولكن مشكلتك انت؟ ولكن شنو مشكلتك انت؟ علاش ملي كنتي معنا كنتي كتشتغل في القناة الأولى ماشي شغلك، معنا ماشي ومني شغلك طردوك، ومني طردوك ولي ماشي شغلك علاش؟ ماشي شغلك ما لا يعني تحاور معايا صاحبي، ماشي شغلك تحاور معايا، علاش ملي كنتي ماشي شغلك طردك الله معانا، كنت تحكي لنا حنا مزيان ترزق الله مغربية وكنتي كتقولها في الأخبار، ومني والله طردوك وليتي حاجة أخرى. تمام. تماما تماما هذا ما فلسفة المواطن المسكين المغربي عنده الفلسفة زايدة. نعم الصحراء مغربية في التلفزيون والصحراء ليست مغربية في التلفزيون، والجاهل وانا نقول لك على الان من تيك توك من هذا الحساب اللي هو حسابي انا الشخصي، نقول لك الصحراء مغربية ما عندها ليه تتحول لك الى مغربي. شو تعطيني انت مليار الان، مليار تعطيني مليار تقول لي قول الصحراء مغربية في التيك توك، ما يعني تهزي لك ولا شيء، ليتحول لك الصحراء المغربية الى غربية، تحول لك الصحراء الغربية المغربية ويا مساكن. وانا نسيت تفضل اخي الكريم. عبدو تفضل. زولاتي تفضل. زولاتي تفضل. اهلا اخي زولاتي بخير. تفضل. مرحبا. الحمد لله بخير ولا خير الحمد لله. الحمد تفضل. لله. كيف الحال بعد بخير؟ محمد الشاح. محمد تفضل. مرحبا السلام عليكم، كيف حالك؟ لاباس؟ وعليكم السلام، ما شاء الله بخير الحمد لله ما شاء الله. بكم السلام. مرحبا. بك قلت لك انا الناس ما شاء الله انا قد تعتبرني لا لعب. مراقب والله متابع.
عرف انا عن القصه انا في انا موريتاني موريتاني. اي مرحبا وسهلا تفضل. مرحبا بك. لا نبقيتهم عن طريقك انت نعرفوا معلومات اكثر عن مشكله الصحراء لانه هو الحقيقه الاعلام ما يتكلم عنه قايب عنه ياسم الحقائق. نبقي نعرف لماذا نحن كموريتانيا مشات عنا فرنسا بدون مشاكل وانتم مشات عنكم اسبانيا، يعني شنو في فرق بين استقلالكم انتم واستقلال موريتانيا؟ سؤال بس ياسم موريتانيا خويا ما انا ما نجاوب هون على اسئله التاريخ. انا هون طارح سؤال على المغاربه، لماذا هي الصحراء المغربيه خلال 75؟ وانت تعرف عن الصحراء الغربيه اقتسمت بين موريتانيا بين الاحتلال المغربي والاحتلال الموريتاني، اذا عارف هو. نعرف نعرف. ايوا 75 سحبت عنها اسبانيا وخلتها لا اقصى ما نعرف انا قضيت مشكله الصحراء على انسحبت عنها ما انسحبت عنها اسبانيا، انما وقعت اتفاقيه مدريد الثلاثيه اللي بموجبها اقتسمت الصحراء الغربيه بين موريتانيا وبين يعني المغرب. يعني انتم الصحراويين تحملوا اسبانيا والمغرب مشكلتكم، لان هي هم اللي سبوا اللي حاصل الوضع الحاصل. وموريتانيا نحن الموريتانيين هون نقول لك داخل موريتانيا يعني تحس بالقضيه موريتانيا. انا ما قلت موريتاني، انا ما قلت الموريتانيين، انا قلت النظام الموريتاني من نظام مختار الداده رحمه الله عليه، به اللي حد يعتبر حد يعتبر ارض ما هي ارضه وقوم محتلها معناها على انه مشارك في جريمه. لا لكن مش اسبانيا هي اللي هي اللي هي اللي ادتها له، يعني ما طلبها له، اسبانيا اعطتها له. يا اخويا هذه راي، يا اخويا هذه راي اراضي، هذه راهي ما هي قصعة كسكس يا اخي، هذه ما هي قصعة كسكس، هذا راي اراضي يا اخي، هذا راي شعب، هذا راي مآسي شعب، هذا الشعب كامل اللي دخل عليه، جاء الاحتلال الموريتاني من الجنوب وجاء الاحتلال المغربي من الشمال. اي لكن نحن موريتانيا اعطتها لنا اسبانيا، اسبانيا اللي كانت مسؤوله عن هو اعطتها لكم اسبانيا. اللي اعطتها لكم اسبانيا عودوا انتم ونزهاء والشرفاء وقول احنا وردوا لها ذاك اللي اعطتكم. انتم ادرك الا اي محتل يقوم ويعطيكم اراضي الناس تقبضوه تقولوا بسم الله. هذا ما يصح، يعني هذا ما يصح. حملوا نحن كل شيء، مش يعني ما احنا حملناك. شوف يا احنا ما حملنا، شوف موريت، شوف نظام مختار ولداده رحمه الله عليه مشارك في الجريمه، والحسن الثاني المقبور هو قاع زعيم الجريمه، واسبانيا مشاركه في الجريمه. يا غير رانك تقد انت اليوم كموريتاني كمواطن موريتاني تقد مولي كذلك تعود مشارك في جريمه ضد هذا الشعب الصحراوي، الى ما قلت على انه يالتو يتحرر ويالتو يرجع لوطنه ويالتو يعيش كيف وكيف الشعوب الاخرى. أيوة. والله نتمنى لكم كل خير. لعت الدور، لعت الدور الحق، الحق راهو مر فلوثن، غير الحق راهو لا حق حقيقة. احنا نبغوك انت كموريتاني، والله نبغو اي انسان مهما كان هذا عاصره، على انه يعود مع هذا الشعب اللي مهجر من وطنه واللي مسروقه ثرواته واللي جاي احتلال هو قد الخلاء، وجايكم انتم في موريتانيا. لا تشكوا عنه هو جاي معترفه بكم، موريتانيا معترفه بالصحراء. يعني شوف يا اخي، شوف والله ما حايل دون يلحقكم احتلال المغرب دون اللي ما انحلت مشكلة الصحراء الغربية. لا الساعة اللي يوفي الاحتلال المغربي مع الصحراء الغربية جايكم انتم، وهذا هو قاعد يقول، ويقول موريتانيا مغربية. انت عندك انت ما كان قط يقولها، مازالوا يقولوها اليوم الى يومنا هذا، يقولوا عن موريتانيا مغربية. لا موريتانيا عضو في الامم المتحده، صعب صعب يعني موريتانيا مغربيه، مغربيه الناس تقول، النظام يقول مغربيه. لا لكن الامم المتحده حميد شباط اللي هو زعيم حزب الاستقلال، وش ما يسمى بحزب الاستقلال في المغرب، عاد قال تصريح قد الخلا، قال لانه موريتانيا مغربيه، والعقليه الاستعماريه اللي عند الاحتلال المغربي على انه موريتانيا مغربيه. والله صحيح، نسمعهم في فيسبوك ودائما يقولوا ذيك شنقيط عنها اصلا موريتانيه لكن فقط سياسيا، بما ان احنا عضو في الامم المتحده وهي اصبحت صعبه والله نعرف. شوف الاحتلال، شوف انت ما تعرف عن خالق الموريتانيين كل ساعه ينكتلوا في سموه في الاراضي الصحراويه. نعرف مشكلة من يقتلهم؟ اسمه الطائرات، هذه الطائرات اسمها هذه اللي تسير طائرات مسيره طائرات من المغرب. والله المغرب، بين المغرب
هو المغرب هو شفت هو شفت ايه هو شوف. نحن يهدوهم يعني هو شوف هو شوف ذيك المنطقه المفروض حد ما يقرب منها يقولوا يعني ما يقرب يقرب واخباره هو منها واخباره منها المغرب اخباره منها في ظرك حرب في ظرك حرب قائمه في المنطقه اخباره منها اخباره منها هي ارض مغربيه انت تعتبر ارض مغربيه ولا صحراويه شنو هي اراضي ذيك فما انا شوف انا اقول لك لا معلومات يعني متواضعه عن في منطقة تابعة للبوليساريو وفي منطقة تابعة أنت كمواطن موريتاني إذا كان ذيك الأراضي تعتبرها أراضي صحراوية ولا مغربية؟ يعني شو يعني فرق مش يعني شنو هو يعني الرواية اللي قلتها عنها مغربية ولا صحراوية يعني أنا سولتك اللي جاوبني أنا جاوبني وليه نقول لك الفرق؟ والله بصراحة شوف أنا ذيك الأراضي نعتبرها أراضي بيضاء صحراوية حقيقة هو الصحراويين هو اخويا شوف الصحراويين اللي عاد ذيك اراضيهم بيضان شوف بيضان الصحراويين ها اراضي صحراويه هي قاع اراضي صحراويه قاعد تقولها انت والله ما تقولها ذيك اراضي صحراويه هي غار ذيك الاراضي الصحراويه يدخلوها الموريتانيين ويدخلوهم صحراويين لها من حقهم يا غار اللي ما هو من حقه على انه يقوم الاحتلال المغربي ويجيب طائرات الدرون ويقتل الموريتانيين في الاراضي الصحراويه، والله يقتل الجزائريين في الاراضي الصحراويه، والله يدخل ذي الاراضي الصحراويه، والله يطير في ذي الاراضي الصحراويه. هذا هو جوهر شوف بسيطه الجيش الموريتاني حذر ناس انها تقرب اصلا ذيك منطقه فيها ظرك مشكله. الجيش الموريتاني يقول عنه ما يا يتحمل ولد الجوات يا ولد الجوات انا ما قلت لك الجيش الموريتاني انا قلت لك على انه انت لعت مواطن موريتاني ولا زين عندك ينكتروا ولاد عمك واهلك ما يلت النظام الاحتلال المغربي يقتلهم في الاراضي الصحراويه يا غالي لا دخلوا المغرب يقتلهم ولا دخلوا لاكادير يقتلهم ولا دخلوا للرباط يقتلهم يا غار ما يعودوا داخلين هما اراضي صحراويه ويجيب هو طائرات الدرون يقتلهم ما نظن على انك انت انسان صحراوي ليه تقبل ذا والله موريتاني تقبل ذا يمكن تروح على حدود مالي الموريتانيين غارك زاد انه فيها جزاك الله خير والله يعني جزاك الله كنت بغيت تعطيني فقط معلومات انا ما عندي معلومات جزاك الله ما عندك معلومات يا غار رانك مايل شوي ولا مايل شوي لا ما شوي لا 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 يكمل خير شوف. والله شوف قال شوف يقول البيضان يقول الرائد والله يقول نقول مثل عربي الرائد لا يكذب اهله خويا عندنا احنا بيضان ومتعارفين سمعت وانت والله ما كليت اجبر الخير في الاحتلال ولا كليت اجبره في المخزن ولا كليت اجبره في هذا اللي قالوا الاحتلال المغربي وحنا بيضان ولا جيران لا خايفين نعودوا كاملين مادة واحدة ضد الاحتلال. أنا ما نعتبر رأس رأيي غير شيء، لكن بعد معاكم أنتم كصحراويين ومع عدالة قضيتكم. جزاك الله أي حل يجي أنا معاك، أي حل وصلت يعني. أي حل. جزاك الله، أول جزاك الله خير. مرحبا وسهلا والله، مرحبا وسهلا. بيك وهلا والله، مرحبا وسهلا. المقاتل ابو علبه مرحبا وسهلا والله. حالك يا لباسك صحة؟ ما شاء الله ما شاء الله شحالك انت؟ خير الحمد لله انا لا طلعت ارد على هذا اللي قال عنه موريتاني. يا اخي الدولة الموريتانية منذ 1979 تعترف بالجمهورية الصحراوية تحدها من الشمال ولا تعترف بأي حدود لها مع المملكة المغربية. الجمهورية الصحراوية لما كانت السنغال تقتل وتهاجم في حرب مع الشقيقة موريتانيا الرئيس محمد عبد العزيز رحمة الله علينا وعليه بعث برسالة إلى معاوية والسيد أحمد طايع وأعطى أوامر للجيش الصحراوي جنودا وعتادا أن يكونوا جاهزين للتدخل مع الشقيقة موريتانيا. المغرب كان يساعد السنغال ورفض مساعدة الشقيقة موريتانيا. هذه حقائق. وأنت كما قال لك محمد وضح عد واضح لولا نقوله لك نحن الصحراويين هذا الخندق لا احتلتكم
المغرب فيها 24 ساعة. المغرب يقول من طنجة بدل ما يقول قاع من السبتة، يقول لا من طنجة هو بيزل من طنجة إلى السنغال. وهذه حقائق حقائق. ويا قيس جوجل من تقيت تبحث، قيس جوجل لا جي تطرح أن إحنا هذا، أنا ماني عارف الأخبار هذا، قيس جوجل. شكرا أخي. العفو والله، مرحبا سهلا والله، وخير تبعد أخيات المقاتل وخير. حميد. السلام حميد عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أخي محمد، أنا مرحبا سهلا، أنا مغربي وعاش الملك أخوي محمد ماضي، تحياتي لكم وعاش الملك وعاش خويا. والله ما سولناك عنك، كانوا عاش والله ميت، والله خويا ما سولناك. عاش عاش أخي محمد، أخي محمد عاش الملك خويا. شوف اسمح لي، شوف واش بالله عليك، واش حنا اللايف على عاشة والله مات خويا؟ راه اللايف ماشي على عاشة والله لا مات خويا، راه اللايف تغلطوا تغلطوا الرأي ديالكم. الأخ محمد من موريطان هو محايد، هو محايد وبغيت ترجعوا. خويا خليني نتكلم، خليني نتكلم أخويا، خليني نتكلم خويا. أنا اللايف ما عندي لا عاشة لا مات. أنا خويا نتكلم عن موضوع الصحراء الغربية، أنت سميها خويا مغربية أخي محمد، انت خويا سميها المغربية، انا ما عندي حتى مشكل خويا. هذه الصحراء باش مغربية قبل 75. تفضل. كل واحد ورأيه اخي محمد، انا كنقول الصحراء مغربية ورأيكم محترم وتحياتي لكم. باش اخويا، باش باش اخويا، باش اخويا، هادشي اللي قرونا اخويا، هادشي اللي علمونا. انا كنقول الصحراء مغربية باش اخويا دليل على ان المغرب دابا فيها، يعني الا كان فيها اليوم هي مغربيه. تحياتي لك خويا محمد. مغربي يا اخي محمد، وانا ما عنديش اراء اللي غادي المهم تنو خويا. انا مسوي صاحب الصحراء خويا، راه مش هو حق هو اللي قرب، هو كافي عاش عاش. هي اللي عاش هي اللي علي سالم. مرحبا سالم. كينج جمال تفضل. تحياتي اخي محمد، السلام عليكم على الاخوان. وعليكم السلام. وعليكم السلام. انا استبقى للاصل مع الاخ اللي نزل دابا، انا مغربي مراكي. عرفنا بنفسك اكثر من القضيه. واه خويا شوف، واحنا ما نعرفش بالله عليكم. شوف اسالوف، حنا راه واش حنا انتم سبحان الله فيكم الفز خويا. انا ما سولناكم لا تعودوا ملكيين ولا جمهوريين ولا يساريين ولا ذاك الشيء، ما يعنينا يا اخي. واخا احنا خويا عندنا، خويا شوف عندنا واحد الموضوع بسيط جدا، هو اللي يقول ان الصحراء مغربيه قبل 75 يعطينا باش اخويا بالحجج والادله على انها مغربيه قبل 75. اما خويا عود ملكي والله. اخي محمد، انا عندي لك واحد السؤال. عرفنا بنفسك. انا جمال من المغرب. تفضل. المهم اخي محمد، انا عندي لك واحد السؤال. انا كنعرف الناس تاع اوكي، انا كنعرف الناس تاع الصحراء عايشين في المغرب في الصحراء، فعندي لك واحد السؤال باش عارف العربيه ديالي راه كتقول لي. خلينا نكمل الفكره اخي محمد. خويا اسمعني، خويا اسمعني، انا سؤالك ما عندي ما نعدل به. الناس بتقولي زاريو خليني اخويا نكمل لك كلامي. اخويا خليني نكمل لك كلامي، انت راه لي سكت لك القلب كاع. انت خويا راه واخا تزكي حتى تعي خويا، راه الموضوع كبير، راه ماشي قضيه تجي وهم ومن وكذوك الاسئله وفي السكان ومن السكان وصافي يتحل لك المشكل. خويا راه القضيه مطروحه عند الامم المتحده كقضيه تصفيه استعمار. خويا انت أعطينا بماذا هي مغربية قبل 75؟ أعطينا القرن 14، 15، 16، 17. تفضل. يا أخي محمد، الشعب أنا نسميه الشعب الدولة البوليزاريو هي كنعترفوا بها كاينة، ولكن كاينة في المكان ديالها المناسب وهو الصحراء الشرقية. أنا إذا شوف، أنا نعتبر على أنك ما بغيت تجاوبني على السؤال. أنا القصة معروفة أخي محمد، راه كلشي كيرجعوا لمازيغ ورجعوا للمعزة ومزرعة تنكمل. نكررها لك أنا للمرة الثالثة،
معناه على أنك طالع هون مالك باغي تجاوبنا على السؤال بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75. أنا ما سوتك على الشعب الصحراوي خويا، يعطينا باش هي مغربية قبل 75 للمرة الرابعة، تفضل. وأنا ما يمكنش نجاوبك على الأرض، أنا كنرى الأرض كانت هو الشعب، والشعب راه موجود في الصحراء، يعني الدولة ديالو المناسبة وهي الشرقية. شكرا. الحرق الشرقية شكرا. دولة الجزائر، دولة شكرا الملكي، شكرا. هنا ملكي، فراسك على انكم تبهدلوا بالملك؟ انتم هذو اللي تقولوا على انكم ملكيين، تبهدلوا بالملك، تبينوا الملك بليد. بليد وصنع شعبا من البلداء. انت تظن انك تخدم الملك، ولكن انت بتبين حقيقة الملك، لأن الملك إذا كان إنسان مثقف وفاهم وواعي وطلع باش يتحاور، يطرح ليه سؤال له يجاوب بذكاء ويجاوب باحترام ويجاوب بالحجج والأدلة. إذا كان غبي كيف ما صنع الأغبياء، تم عندي لك سؤال، عندك لك سؤال، أنتم كذا وفي دولتها وهناك، ولكن رأيت يبين على أنه هو نفسه هذا محمد السادس واحل واحل تمول الزيت كما يقولون في المغرب في هذه موضوع الصحراء الغربية، واحل 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 غارق، بقى منه لا الراس برا أما وراه لتحت. ولهذا أنتم كاملين واحلين، بكم اللي ما أعطيكم هو الأدلة باش تدافعوا على روسكم. ملكي أنا ملكي، سولتك انا على ملكي اخويا، ما سولتك على ملكي ولا جمهوري ولا ما هو شغلي اخويا، ما هو شغلي انا، ما ندخل شي دخل شي ما يعنيني. اش بغيتو اخويا؟ نسولك على الموضوع العام. اميره برافو عليك، برافو عليك، تربيت بوك اكيد اكيد. مساكن، ربي يحفظ، يا ربك يحفظكم لنا باش تنضحكوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام عبد الحميد، حياكم الله وحياكم النبي وخير، وربي ينصركم ويثبتكم ان شاء الله على دينكم. والله يا اخو محمد، يعني طلعت فقط حالي من الجزائر، ما كان الله يحفظك اخو الاخ حالي من الجزائر، يعني طلعت فقط في شان الاخ الموريتاني، يعني كنت حاب نقول له كلمتين، يعني كحر جزائري حر من، يعني انا لا اظن ان اي انسان حر يصدع بالحق، ما يعني يختلف معايا، لانه الانسان يعني لما يطرح هذا السؤال، فهمت، بماذا الصحراء مغربية قبل 1975، فهمت، هو يا إما يعطينا أولا واسمه يعني الدليل والتاريخ، يقول الله سبحانه هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فهمت، ثاني أمر يعني فهمت الأطماع الجيوسياسية أو استراتيجية لهذه المهلكة اللي هي يعني كما أصلا بلد وظيفي يوظف فيها الإمبريالية العالمية. الصحراويين لا يحاربون المراركة، الصحراويين يحاربون فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وأمريكا والصهاينة، هذا من جهة. ثانيا ليكن في علم خوتنا الموريتانيين أنه يقول لك إذا كان أشب الحريق في باب جارك يصيبك ولو دخانه، يعني أنتم ما أنتظروا، فهمت الغاية، الأطماع تاع المروك هذه يعني نار تأكل بعضها بعض. إحنا نعلم معلوم بأنه هذا البلد الوظيفي يعني كيان يعني وظفوه باش يحرق المنطقة ويكون يخلق فيها مشاكل ويعني كما يقولوا خلافات. أنا فقط ننبه لخوتنا الموريتانيين، كيف تحس روحك لما يقول لك موريتانيا مروكية؟ كيف تحس أنت راسك؟ كيف تحسوا؟ هذه من جهة. نعم، ومن جهة أخرى التاريخ اللي سطروه يعني أجدادك، فهمت؟ والأمجاد اللي سطروها وهم اللي كانوا مملكة مراكش، هم اللي فتحوها تحت يد اللي هو معروف أصلاً، يعني فهمت إذا كان تعرف التاريخ. فالوسمو شايطول وذكرنا بالوسمو الرئيس، لا 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 لا، اللي يفتح مراكش وسمو يا ربي نسيت الاسم نتاعو، المهم يوسف بن تاشفين،
يوسف بن التشافين، بارك الله فيك. يوسف بن التشافين يعني فهم ترجع للتاريخ، هذا يقيس يختشف في يعني كما اقول لك في في موريتانيا وتاريخها يا اخي. عيب هما، شوف هما كيف قلت، ما ننساو انه ممكن كذلك يعودوا يرسلوا لنا بعض الناس اللي يتقمصوا دور والله يتقمصوا شخصيه موريتانيا باش يخلقوا كيف هذا، في هاي المسارات يفتحوا مسارات ثانيه في النقاش، كيف هذاك اللي قال لك على انه عايد والله، واللي قال لك انه هو فقط مستوطن. انا والله يا اخي محمد يعني فقط انا ننظر يعني انا مثلا كجزائري لو واحد يجي يعني يشكك في اسمه شاي يقول لك الجزائر كانت مروكيه يوم ما، اكيد لا تتفاعل يعني كيف يعني ما ينفعش هذا، انا نحس به بانه هذا من العبيد يعني. انا والله انا لما طرحت له السؤال كان بيود نسمع يقول لك يصدع بالحق، يقول لك نعم صح حقيقه انهم هم يقولوا هذا وهذا كلام ما يضرنا وحنا يا كذا كذا، تكون عنده ذاك العزه والشرف، ولكن اذا كان يفكر بالتفكير المخزني ما بارك الله فيك. واش نقول لك خويا الله ينصركم، احنا امين ان شاء الله الكلام، ورانا معك خويا محمد ان شاء الله يا ربي يثبتكم وان شاء الله ربي امين ان شاء الله يرجعكم لارضكم ان شاء الله سالمين غانمين امين ان شاء الله امين ان شاء الله. شكرا امين ان شاء الله، تحياتي لك والله، شكرا جزيلا الله، مرحبا وسهلا، شكرا والله، شكرا والله، مرحبا، مع السلامه. عاطف حميد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حميد من فرنسا، ومال هذا عاش الملك، ما عاش الملك. نسمعك شويه ضعيف خويا حميد عندك. قلت لك ومال هذا عاش الملك، ما عاش الملك، والملك عايش الحمد لله. هو خاصو معيش، خاصو يعيش. الملك عايش الحمد لله. والصحراء راها مغربيه والرايه راه فيها، ومحمد راه غيبقى يغوت. والله ما تغوت إلا ما عاد أنت. إذن بماذا هي الصحراء المغربية؟ بعاش الملك. النير تفضل، النير تفضل، النير تفضل. عبدو تاوناتي، عبدو تاوناتي تفضل. عبدو تاوناتي تفضل. من تمولاي تفضلي، من تمولاي تفضلي. مرحبا، من تمولاي تفضلي. حالك ما شاء الله، ما شاء الله بخير الحمد لله، ما طري بس بيك ولا والله، ما شاء الله بخير الحمد لله، ما طري بس كل شيء بخير الحمد لله، ما شاء الله. مرحبا وسهلا والله. لا نقول لك لا يورطك، لا يورطك، راهم ما يفهموا، سمعتني، راهم ما يفهموا بالكلام ولا النقاش ولا الحوار، ما يفهموش ياك. سمع الا لو كنت حضرت في ليلة السمارة تعرف قبال، أنا ما يفهموا بذاك، كلهم دويفة ولا رد علينا أنت دركنا عن السمارة. حق حق هو رصا ورد علينا، رد علينا الأخبار. لا كلهم دافع شي ناشي حفيا، وشي ناس وشي رافد زلافته كان يتعشى، وشي ولا كلهم فاش كان واحد العالم ولان، ولا كلهم شي كلها يصد على الثاني، شنو هاد الشيء، شنو هاد الشيء، شي بوطات وشي انا عرفت شنو كاع منين يقولوا لهم معايا الصحراويين هون، يقولوا لهم اللي معايا الصحراويين هون، هذا راهو ريحه البارود، هذا راهو ابراهيم غالي عدلها، ويلي شكون هاد ابراهيم غالي، شنو هاد البارود، هادي اللي عبرتكم صخ، لا تخيمتم هذا. صفحه الدنيا قالوا مولانا، صفحه هون الدنيا جياف، شي دار يبيع وشي انا اش غندير وشي عك، لا اله الا الله، راهو صرتك ما يفهموا ما بذاك الكلام، راهو ما يفهموا الكلام ذا اللي نتكلم معاهم، ونين جيت تناقش معاهم
راهم ما هم فاهمين والله العظيم الكريم اللي خالق انواع منهم هون، منين نجي نتناقش معهم يقول لك يا ودي انا هذا الشيء كاع ما كنعرف، انا باغي غا خبزه الخبزه الخبزه حقهم ولا قضيه الوقت. شفت ذا اللي يقول عاش عاش عاش، راه والو راه والو وراه شيء قراوه في المدارس الابتدائيه وقراوه في الاعداديه وفي الكتب، ما قراوا تاريخ، ما قراوا يسوى ما وذيك عاش فلان والله قوموا قوموا ذيك الساعه يدونا شعر المدارس، احنا صغيرين منا عارفين، ويدونا شراك قوموا قولوا النشيد الوطني الشيء قاعد صغير في عارف من بيت الاسرار هيك واسمه وفعلا ياسر من الناس ياسر منهم عادي عادي يبيع دياره. والله والله احنا مالنا هون مات لينا قاعد قدينا عندنا واحد الوقت عاد مات لقى مات لينا نقدروا نطحوا يدينا على الديار بهم الغلاء والعقاء، وما حقيقه ملكوها ملكوها الدشر ملكوها لا هما مات لا الصحراوي مات لا عندهم فيه شيء لا اللي كاري مسكين واللي ما عنده شيء لا اله الا الله. ضريت الحمد لله صح العقاب عاد اللي اللي كانت ب 26 مليون و 30 مليون عاد ضريت ب 12 وعاد ب 14 وعاد تحت الدفن تقول لك كنت انت هذا نتعامل معك غراجي غراجي نتعامل معك بغيت نمشي للبلاد وما قاعده شحايسكم عليهم مانعينهم مانعينهم على انهم يبيعوا مانعينهم على انهم يمرقوا مولي من الدشرة. قالوا عنهم واحد الفتره مانعينهم يا غير مرق واحد البيان هم اللي شقريت هم اللي راهو لا في مواقع التواصل عنهم هم اللي عنها ما يحق لا الحق هو لانه قد يتمنعهم من البراش والله ذيك حق ذيك حقيقيه غير هي البراش حق بعد انا نقول لك البراج الايام الاولى ردوا الكمايين كان كاع الواحدين كمايين كاع رافدين لا سلعه عاديه وش حجه لهم عنه الحيل وحجه لهم كذا يا غير بعد اعلن قريت عقب ذاك عنه ذوك ديال العدل اللي في هذا يقولوا لهم هما العدول انا معناتها يقولوا لهم انهم يديروا تسجيل ديال البيع والشراء مكتب العدول قالوا عنه ما يحق قالوا عنا احنا ننفوا هاي المساله يا غير ما يحق هو ما خالش متضري كل شيء مضلل كل شيء ظلوا عليه به لا اللي تعرفي عن تعرفي السبب اللي خلى الصالحين يستاخروا شوي هاو النهارات ما نشوف ما نشوف كل سبت والله قالت شو يا محمد قالت امي عنها لا لا فتحت الكبش قلت انا لامي يا خيتي يا خيتي القوم قلت لها عندنا نتحراوا من نهار السبت لا انت مو قاعدين المغرب ونعمر وتا انت منحان ولا سمعنا حس مطر رعاهم بعد الى الصحراء وقلت لها خيتي القوم يا امي راهم ليلة ما عاد بشي قالت لي وذيك راهي منتي لا نطحت الكبش يستاخر يستاخر يعني يعقب ايه لا يحانون لا يحانون شو من رجلي فمي تمزرع حق ايوا يا صار مولانا لا لا نتحراوا لا لا عقبهم الله يطول عمرك ان شاء الله الله بعد النحات الله يجي نزيد في كافي الجزاف عنه وعن الصحراوي كامل كل خير ورانا مولي معانا لا بتكبيس والله 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 الله يطول عمرك ان شاء الله جزاك الله كذلك والله وهني بيك والله الله يطول عمرك ان شاء الله على الجزائريين عني راني محييتهم من عن راني سبحان الله الجزائريين راك نقول عنهم لا كيف الاخوان ريك تعرف عن الناس ان اخوانها يقول انا خالي من اليد يقول خالي يدافع عني وخالي لا الى يقول لك الى جعت قيس اخوالك جاعي قيس اخوانك حاضرك تحس على الجزائريين لا اخوان رجاج الى الى حاضرين في اي لايف وحاضرين في اي شيء ايش اي شيء تسمعوا وتذكروا عنك كان في حق يجوا والله يجوا والله والله يجزاهم عنا كل خير الله يطول عمرهم ان شاء الله والله حتى الموريتانيه الاحرار والله حتى الموريتانيه الاحرار راهم معنا والله الموريتانيين كاع حنا وهم رانا لا شي واحد حنا رانا هم لا شي واحد والله والله حنا ما بينا معاهم النسب وبيننا معاهم تصحك حق ياسر من الامور مصالح مشتركه بيننا معاهم ومخلين منهم تركتنا وهم مخلين تركتهم منا لا احنا هم لا شي واحد والله ما شاء الله والله والنبي ونبيك والله ان شاء الله جزاك الله خيرا والله ونبيك مرحبا وسهلا والله سلمي على اهلك الاهالي كامل والله والله انا مرحبا وسهلا والله بيك والله مرحبا وسهلا والله مني بيك مرحبا ابن الجزائر ابن الجزائر تفضل كم الشام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قولها قولها بصوت مرتفع عاش
الصحراء الغربية حرة مستقلة، رغما عن أنوف العياشة وابن مركع الذين يركعون لشخص مثلهم، لعبد مثلهم. خسئ. جزاك الله خيرا والله. أنا عرفتنا بنفسك، جزاك الله خيرا. هارون من الجزائر، ابن الدولة الجزائرية. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا والله. جنوب شرقي اللي معروف بولاية بسكرة، معروف بسكرة. وخيرت والله، وخيرت والله. كيف حالك؟ بالطمر والله، الحمد لله. الحمد لله. يا وش شفت هاي الاخت الصحراويه راهي تحييكم من السماره المحتله والله. وحنا نحييوها ونحييو كل الشعوب اللي احنا الجزائريين عندنا دمنا سخون وعندنا حراره كبيره، ونساندوا اي شخص مضطهد في العالم. الله يجزاك الله يجزاكم الله خير. مبدا هذه يقولوا له مبدا التعرر، احنا عشنا الاستعمار ونعرفوا احنا احفاد الاستعمار ونعرفوا ما معنى الاستعمار. الله يجزاكم الله خيرا، الله يجزاكم الله خيرا، الله يحفظكم ان شاء الله ويطول اعماركم. المغاربه واخواننا، احنا لحد الان نقول عليهم اخواننا المغاربه، ما بغاوش يستوعبوا الفكره هذه تاع الفكر التحرري، هما مازالهم راهم في مجتمع منغلق. عبودية حق والله، والله العبوديه والله، مشكله مع العبوديه والله. الله جزاك الله خيرا الاخ هارون الله. والله يعني جزاك الله خيرا. شيء مؤسف والله جدا. والله جزاك الله خير الاخ هارون، تحياتي لك والله. شكرا جزيلا. العفو والله. الله يطولهم. كل متبع فيك. جزاك الله خيرا والله، مرحبا وسهلا والله، شكرا والله. ندعوكم قلبا وقالبا، عاش الصحراء الغربية حرة مستقلة بإذن الله، وسوف يأتي النصر إن شاء الله. إن شاء الله خويا، شكرا جزيلا خويا هارون، مرحبا وسهلا والله، تحياتي لك. مرحبا وسهلا، تحياتي لك. يوسف أحنا أو أهنا. يوسف تفضل، يوسف تفضل. يوسف ركوح أو ركوش عفوا، تفضل يوسف. صباح خويا، مزيان الحمد لله بخير، الحمد لله. نسمعك شويه ضعيف، عندك لي زيكوتور ولا شي؟ ودابا خويا تسمعني مزيان؟ الان نسمعك، تفضل اخي الكريم. او بغيت غير نطلع خويا محمد، بغيت نسلم عليك وصافي. ايه عرفنا، غير اللي عرفنا بنفسك جزاك الله خيرا باش الناس يعرفوك. اسمي يوسف، مغربي وكان عايش في فرنسا. مرحبا وسهلا، تفضل اخي الكريم. الى عاد عندك طبعا راي في موضوع الصحراء الغربيه تفضل. وي ما عندناش شي حاجه في المغرب سميتها صحراء غربيه، عندنا صحراء مغربيه، يعني هذيك الارض ديال. نعم، ولكن باش هي مغربيه، هو الاشكاليه، باش مغربيه قبل 75. تفضل خويا. فيها النظام المغربي وتحت يعني تحت الاوامر ديال الدوله المغربيه هذا الشيء. خويا ما سولتك على 2023، انا سولتك على قبل 75. باسكو قبل 75 كانت فيها اسبانيا، قضت فيها 92 عام، حتى هي كانت محتلتها ومشات. انا بغيت نسولك على الحجج التاريخيه اللي تخلي اي انسان يقول على انه هايك الصحراء راهي مغربيه. يعني هي كانت يعني دابا تشدوها المغرب عاد ولات دابا صحراء غربيه. يعني هيك هي، يعني ديك الارض هيك هي اللي الاحتلال، يعني صافي راه حنا محتلينها صافي، دونك يعني راه المغرب حاليا. يعني ديجا يعني كانت ارض ديالنا، يعني احتلتها اسبانيا. ولكن باش ارضكم وراه هي باش ارضكم خويا، راه النهار اللي مشيتوا لها مشيتوا لها في 75 اخويا في الكاميونات. تخرجت اسبانيا ومشينا لها. شوف انا راه عندي، انا راه ولدي فهمتي، انا راه ديجا جوندارموري في المغرب ومده 13 سنه. اخويا يوسف، خويا يوسف، خويا يوسف، يعني انا ما عندي شوف انا ما عندي مهم على انك تكون جوندارم ولا ما جوندارم. انا خويا غير الانسان اللي يقول لي مثلا هذا التليفون لي يقول لي جيب لي الفاكتوره بانه مغربي. خويا انا نسولك على هذه الارض راه مده 92 سنه وهي فيها اسبانيا. اعطي لا سولتك الان تعطيني معركه واحده خاضوها المغاربه باش يدافعوا على هيك الارض، والله شي شهيد مغربي ما هو عندك. انا هاد السؤال هادو ما عندي باش فهمتي، ماشي ما عنديش باش نجاوبك، ولكن هاد الشيء هذا فيه بزاف ديال الحوايج. انا اللي فهمت يعني ارض ديالنا صافي خرجت اسبانيا، غنمشيو نرجعوا للارض ديالنا، هادشي اللي كاين كما وقع في افريقيا كامله ماشي غير في المغرب ولا
خويا انت راك جوندار زعما كنت جوندار. وي ايوه او هادشي يعني باش ما عنديش شي حاجه يعني اش نجاوبك، راه هذا الجواب مقنع. يعني الارض اللي عايشوا فيها اخويا مغاربه راه شوف الارض ديالهم. اخويا شوف، واسمع هذه اللي تقولها انت، وبيبقى هذه اللي خليني تقولها نكمل انت مغربيه، خليني. هذه اللي تقولها انت مغربيه خويا، راه فيها واحد البعثين قالها بعثه المينوسو لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربيه. اسمع، وبصفتي بعد انا امازيغي والشمال افريقيا، ما عندناش شي حاجه سميتها الصحراء الغربيه. جيت تكون لي دوله عربيه في شمال افريقيا راه حشومه. ومحمد السادس عربي ولا امازيغي؟ مو امازيغيه، وتا هو امازيغي. حيا الوطن يا حيا الملك. مو امازيغيه. وبو ابو امازيغي تا هو بالارض، بو محمد، محمد حسن ثاني امازيغي. مازيغي بالارض. امازيغي بالارض. واه انت فرنسي بالارض الان. نو انا امازيغي، انا ما كنت غيرش في اخويا. هويتي. خويا انت شوف، ولا خويا انت شوف، انسان الى تكلم يعود عاقل يعرف شي يقول. محمد السادس ليس امازيغي، محمد السادس عربي، الحسن الثاني عربي، محمد الخامس عربي، دوك السلاطين كاملين عرب، كاملين جاي يمشي بالجزيرة العربية. ولكن احنا رحبنا بهم في بلادنا. أوي راك مرحبت بي، غير المهم هما عرب. معناه على انه هذاك اللي غادي امازيغيه هي ارض امازيغيه وتكون لي دوله عربيه، انتم راك حاكمكم العرب، حاكمكم لا العرب الى يومنا هذا. هما شوف، غير هو رمز للدولة وصافي. هما راه البلاد اعطيني المغربية راه شي حكينا اعطيني لها. شي اعطيني شي اعطيني شي حاكم ولا شي سلطان امازيغي يحكمكم في المغرب. كاينين الموحدين، كاينين المرابطين قبل العلويين. موحدين امازيغ، المرابطين امازيغ، امازيغ هما. وشكون هما؟ ماشي امازيغ. قرا التاريخ مزيان عندك اخويا محمد، تكون عاطيها غير الصنطيح هنايا في هاد تيك توك وكذا. يعني والله ما نعرف شكون اللي عاطيها للسنطيح، راه مشكلة السنطيح. عارف شكون السنطيح اللي عاطيها للسنطيح؟ هو الشعب كامل عاطيها للسنطيح، الشعب كامل، الشعب كامل يكذب على راسه. الأرض أمازيغية والعرب لا، وهو حاكمهم عربي. تقول لهم من حكم؟ قول له أعطنا واحد يحكمكم أمازيغي، يقول لك يوسف بن تاشفي، يقول لك المرابطون. وأخويا يوسف بن تاشفي سبحان حكم الله، كثيرية. والله نرجع خويا راه هذا الكلام هذا كله يبقى مسجل عليك، يبقى الناس يضحكوا في هذا الكلام اللي تقول. بس كل المرابطين أمازيغ ولا الموحدين أمازيغ. ماشي أمازيغ هما. تعرف البيضان ولا ما تعرف البيضان؟ أول مرة كان نوع ما كان أول مرة تعرف؟ ما عمرك سمعت البيضان؟ البيضان وحذير البوجة سمعتها؟ سميتها؟ حذير البوجة لا. واسمه الرخي؟ شكون هادو، عرب ولا شكون هما بعدا؟ عرب، هادو عرب. وانا ما عندي، ما كيشرفونيش اخويا محمد، ما وقصف عنديش. الخيمة، كيفاش؟ قصف الخيمة نو جامي. واحد شوف جام. شكون واحد شكون كانوا هما السراح وكيجلسوا في الخيمة؟ هما العرب. قصف الخيمة، قصف الخيمة، أنا ما قلت لك قصف الخيمة، يعني شنو قص؟ يعني كنت جالس في الخيمة قصف الخيمة، قصف الخيمة، قصف الخيمة، قصف. قصف الخيمة. نو جامي. ورخصت، قد سمعتها ورخصت؟ لا تناقش لا. معايا بالمنطق. شكرا خويا، شكرا خويا يوسف، هذه شكرا خويا، مرحبا وسهلا، تحياتي. ما تقيسناش في الوحدة دي. قيسك في الوحدة. ساكن ما ساكن. صحراء مغربية هي الصحراء المغربية صافي خلاص. حياكم الله كاملين، لا تنسوا من فضلكم متابعة الحلقات، في توجد عبر القناة في اليوتيوب، نحاول الليلة إن شاء الله نبث لكم حلقة البارحة. شكرا لمتابعتكم، أعتذر للناس اللي طالبين الجلس، لأن تقريبا الآن رانا على مشارف ساعتين. تحياتي لكم كاملين، شكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في مباشر آخر. مرحبا وسهلا.